أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنقول المحاضرة الأخيرة من الكراش كورس والخاص بالإندوكراين، وهي المحاضرة رقم 9، وهنقول فيها البنكرياتيك هرمونز ما خلا الإنسولين. إحنا قلنا الإنسولين زي ما إحنا عارفين، فالمحاضرات دي لصالح الأطفال المرضى لمستشفى أبو ريش اللي هم السيكيدز. طيب احنا كنا اولاد خدنا الاتي، خدنا الانسولين، ففضلنا اربع هرمونات to be discussed اللي هم الجلوكاجون، السوماتوستاتين، البنكرياتيك بوليبيبتايدز، والجريلين، وفي حتى هناخد فكرة على الاميلين اللي كان بيطلع من البيتا سيلز اوف بانكرياس، بالإضافة ان احنا هناخد الجلوكوز هوميوستيزيس، ازاي بنحافظ على الجلوكوز ليفل ثابت في الدم، بالإضافة ان احنا هناخد كمان الهايبوغلاسيميا. خدنا المحاضرة الماضية الدايبيتس ميليتس، المرة دي هناخد الهايبوغلاسيميا. فنتوكل على الله ونبدأ. طيب يا بالهرمون، تاني هرمون بعد الإنسولين وهو السكن في الأهمية، وهو الجلوكاجون. ومع شق مثل عشق للنظام قبل ما نبتدي الجلوكاجون، فده عكس الإنسولين. يعني الإنسولين بيعمل هايبوغلايسيميا، ده بيعمل هايبرغلايسيميا، بيعلي الجلوكوز ليفل، بيعمل هايبرغلايسيميا، وهو كاتابوليك هرمون. يعني النقطتين دول في الام اس كيو احب تاخدوا بالكم منهم، ان هو هايبرغلايسيميك وان هو كاتابوليك. طيب هو منين اشتق اسمه؟ احنا عارفين ان هو سموه جلوكاجون، قلت لكم منين، ان هو من كلمات حتى انا عاملها لك اهو، جلوكوز اجونست، يعني مساعد للجلوكوز لانه بيعلي الجلوكوز عكس الانسولين. وتم اكتشافه في سنه 1923، وهي نفس السنة اللي خد فيها فريدريك بانتينج مع ثلاثة آخرين جائزة نوبل في الإنسولين. يعني الظاهر 1923 دي كانت اكتشف فيها الجلوكاجون، وفي نفس الوقت كان الإنسولين مكتشف في 1921 وخدوا جائزة نوبل في 1923. اوعى تنسى ليه سموه جلوكاجون، من كلمة جلوكوز أجونست، وأنا مساعدك بالألوان. أول أربع حروف في كلمة جلوكوز، وأول أربع حروف كلمة أجونست يعني مساعد، ودي تذكرك بالوظيفة، إنه بيعمل هايبرغلايسيميا وفي نفس الوقت كاتابوليك. طيب أول نقطة في الام اس كيو إنك هو هايبرغلايسيميك هرمون، تجاوبها صح. كاتابوليك هرمون صح. هنشوف. هناقش الجلوكاجون في النقاط الخمسة الآتية. وعلى فكرة هي فرصة ان احنا نراجع اللي فات. بنفس النظام، مع شقت مثل عشق النظام، السايت طالع منين؟ الجلوكاجون طالع من البنكرياس. منين بالظبط؟ من الايلت اوف لانجرهانز، من الالفا او الاي سيلز، والتي تشكل 20% من خلايا الايلت اوف لانجرهانز. هل بيطلع من حاجة تاني؟ بيطلع من الابر جاسترو انستاينال تراك الجلوكاجون. يبقى ده بالنسبه للسايت للطالب الممتاز. الطالب العادي هيقول طالع من البنكرياس، من الالفا او اي سيلز اوف بنكرياس اللي 20%. الطالب المتميز هيقول طالع كمان من الابر جاسترو انستاينال تراكت. باقي النقطه الثانيه الكيمستري. قلت عندنا مراجعه النهارده جميل. انا كنت علمتكم يا اولاد ان كل الغدد اللي تبتدي بحرف البي وهم بنكرياس اللي هو موضوعنا، وبيتيوتري وباراثايرويد، بتطلع هرمونات تركيبها بحرف البي اللي هو بروتين او بوليبيبتايدز. فخلاص يبقى ده هنحط القاعده. فالجلوكاجون كما الانسولين اللي خدناه المحاضره الماضيه هو بوليبيبتايد، لينير بوليبيبتايد، يعني خط واحد من الامينو اسيد 29 امينو اسيد. طبعا لو قال لك انه بيبتايد اتس اوكي برضه، يعني بوليبيبتايد صح، بيبتايد صح، لان احنا عارفين حتى ان تعريف البيبتايد حاجة ما بين 52 تو امينو اسيدز ل 50 امينو اسيد،
فلو جاب لك هو بوليبيبتايدز اجابه صحيحه في الام اس كيو، بيبتايد اجابه صحيحه. اي غده بحرف البي، قاعده من القواعد المهمه اللي ارسناها مع بعض، بيتيوتري بنكرياس باراثايرويد تطلع هرمونات بحرف البي، بوليبيبتايد بيبتايد او بروتين. طيب في معلومه تاني جميله هنا يا اولاد، ان اول ماميليانز جلوكاجون هاف ذا سيم ستراكشر، يعني تركيب الجلوكاجون في كل السبيشيز في كل انواع الثدييات واحد، وده عكس الانسولين، وده اللي صعب علينا الانسولين. احنا مضطرين ندي هيومن انسولين لانه مش في الاذر انيمالز لا يشابه الهيومن، يبقى عكس الانسولين. طيب في الكيمستري قلنا كل البروتين والبوليبيبتايد هرمونز كلام متكرر اهو، يعني لما تسمعني كذا محاضره بتطلع حافظ طبعا، كلهم بيتعملوا كبري برو هرمون. ففي الحاله دي هيبقى اسمه ايه؟ بري برو جلوكاجون اللي هو 179 امينو اسيدز، ده بروتين برودكتس اوف ا سنجل ماسنجر ار ان اي، يعني البري برو جلوكاجون 179 امينو اسيد هيبقى بروسيست، يعني هنعمله بروسيسنج، هنطوره في ثلاث انواع من الخلايا، في الاي سيلز والبنكرياس اللي بتطلع جلوكاجون هنحوله الى جلوكاجون، في ال سيلز اوف ذا لوور جاسترونتستاين تراكت، وفي البرين هيتم تطويره في الثلاث اماكن دول. في الاي سيلز اوف بنكرياس، في ال سيلز اوف لوور جاسترونتستاين تراكت، ونمره 3 في البرين، وفي كل، عشان اسهل لك التذكر، هيتم تطويره الى شيئين. ابتدي بالبنكرياس والاهم، فالبري برو جلوكاجون في الاي سيلز والبنكرياس هيتحول لجلوكاجون اللي هو موضوعنا، ومركب اخر اسمه ميجور برو جلوكاجون فراجمنت، وادي الابريفيشن بتاعه، يبقى حاجتين جلوكاجون وميجور برو جلوكاجون فراجمنت. طب في ال سيلز اوف لوور جاسترونتستاين تراك هيتم تطويره الى شيئين، جلايسنتين. ايه الجلايسنتين ده؟ ده عباره زي الجلوكاجون بالظبط يا اولاد، بس في شويه امينو اسيد ريزيديو على يمينه وشويه تاني شابكين فيه في الناحيه الشمال، يعني هو عباره عن جلوكاجون بس اكستندد ممتد بامينو اسيد ريزيديو ان بوث اندز، وعليه ما نستغربش انه عنده صن جلوكاجون اكتيفيتي، هو زي الجلوكاجون بس حته شويه امينو اسيد يمين وشويه امينو اسيد شمال. طيب تاني مركب في ال سيلز اوف لوور جاسترونتستاين تراكت هيتم تطويره البري برو جلوكاجون الى جلوكاجون لايك بوليبيبتايد 1 وجلوكاجون لايك بوليبيبتايد 2. سؤال ام اس كيو هنا مهم جدا، الجلوكاجون لايك بوليبيبتايد 1 ودي كنا قلناها قبل كده، ده بوتنت ستيمولس فور انسولين، كنا قلنا، اذكرك سؤال مهم جدا في الام اس كيو، كل الجاسترو انتستاينال هرمونز كلهم بيطلعوا انسولين، بيستيميليت الانسولين سكريشن. طب مين اكتر اتنين فيهم؟ الجاستريك انهبيتوري بيبتايد والجلوكاجون لايك بوليبيبتايد 1. سؤال مهم جدا في الام اس كيو، وعلى فكره والجلوكاجون نفسه بيطلع انسولين، بس اكتر اتنين بيطلعوا انسولين من الجاسترونستاينال هرمونز، افتكرهم، هنجيلهم للجاسترونستاينال تراكت باذن الله لما نجيله، شوف مين يفتكرهم، اللي هم الجاستريك انهبيتوري بيبتايد والجلوكاجون لايك بوليبيبتايد 1. طيب تالت مكان هيتم تطوير البري برو جلوكاجون فيه غير الاي سيلز اوف بنكرياس والال سيلز اوف لوور جاسترونستاينال تراكت والبرين، ده تالت حته، اخر مكان بيتم تطويره، هيتم تطويره الى جلوكاجون لايك بوليبيبتايد 1 وجلوكاجون لايك بوليبيبتايد 2. طب جلوكاجون لايك بوليبيبتايد 1 في البرين الفانكشنز انو لحد دلوقتي، عشان كده انا بكتب المحاضرات سنه 2018 عشان واحد يسمع يقول الكلام ده اتقال في 2018، ما نعرفش بعد عده سنين هنكتشف باذن الله الوظيفه. وجلوكاجون لايك بوليبيبتايد 2 ده عند الهايبوثالاماس اللي هناخد باذن الله مع الميتابوليزم، فيها الابيستات اللي هو الابيتايت كنترولينج سنتر، مركز تنظيم الشهيه، فهو الجلوكاجون لايك بوليبيبتايد 2 في الهايبوثالاموس بيلور الفود انتيك، بيخلي الواحد ما ياكلش. تمام؟ يبقى البري برو جلوكاجون الخصها
تم تطويره في ثلاث مواضع: الاي سيلز اوف بانكرياس، ال سيلز اوف لور جاسترون تراكت، ونمره 3 البرين. وفي كل تم تطويره الى مركبين. في الاي سيلز اوف بانكرياس جلوكاجون وميجر برو جلوكاجون فراجمنت، في ال سيلز اوف لور جاسترون تراكت الجلايسين 10 والجلوكاجون لايك بيبتايدز 1 و2، وفي البرين الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 و2. النقطه الثالثه، اتكلمنا على السايت، اتكلمنا على الكيمستري، ميتابوليزم. انا عارف ان انتوا متوقعين، طالب بيقول لي انت قلت ان معظم الهرمونز تبقى دي جريدد ان ذا ليفر. ده بقى مش دي جريدد ان ذا ليفر، ده مينلي ان ذا ليفر. وخد بالك ان البانكرياتيك هرمونز اذكرك بيطلعوا في البورتال بلاد دايركت على الليفر، يعني بقيه الهرمونز بيطلعوا في السيستميك سيركوليشن، انما البانكرياتيك هرمونز بيروحوا مباشره للكبد عن طريق البورتال سيركوليشن. وقلت لكم ايه ليه ربنا عاملها كده، عشان هما ريليتد للميتابوليزم، ومعظم الميتابوليزم بيحدث في الليفر. فعشان كده شوف العظمه انه وراء الخلق خالق، يطلعوا دايركت من البنكرياس، هما بتوع ميتابوليزم، للمكان اللي فيه ميتابوليزم وهو الليفر. بس الليفر بتعمل ديستراكشن ديجريدنج الهرمون، عشان كده بيبقى ديجريدد مين ان ذا ليفر. وعشان كده الهاف لايف بتاعته قصيره زي الانسولين 5 ل 10 مينتس. تقل للنقطه الثالثه والرابعه والخامسه، اسف، وهما الاكثر اهميه. يبقى خد السايت والكيمستري والميتابوليزم. انتوا عارفين مين الرابعه والخامسه؟ الاكشن والكنترول، اللي هو اهم سؤال بيجي عندنا في النظري وفي المالتيبل تشويس وفي الشفوي. نيجي للاكشن. في فرصه بقى بنراجع مع بعض النهارده، بنقفل. لما يجي لك الاكشن بتاع اي هرمون، الاوائل يكتبوا الاول المود اوف اكشن، ازاي بيشتغل الهرمون، فيتميزوا عن اقرانهم. احنا قلنا يا اولاد ان الهرمونات نوعان، نوع اللي عندنا دلوقتي اللي هو الجلوكاجون اللي هو بوليبيبتايد، ده بيبقى لايبوفوبيك، ما يدوبش في ليبيد، هيدروفيليك. ده النوع اللي بيختص بيه النهارده. التاني العكس. طب فكرنا، قلنا كل البروتين والبيبتايد هرمونز بتتميز بانها، افتح ودنك، لايبوفوبيك، ما تدوبش في الليبيد، والسيل ميمبرين ليبيد، يبقى مش هيدخلوا جوه الخليه، يبقى الريسبتور بتاعهم في السيل ميمبرين، يخبطوا عليه يغيروا الاكتيفيتي اوف انزيمز اللي جوه، يبقى ما دخلوش الخليه، ما وصلوش النيوكليس، يبقى نون جينوميك اكشن، عن طريق ريسبتور موجود على السيل ميمبرين، عن طريق جي بروتين. كلام مكرر، حتى قلنا ان كان عندنا 4 سكند ميسنجرز. يبقى الاكشن بتاع الجلوكاجون كونه كغيره من هرمونات اللي تركيبهم بروتين وبوليبيبتايدز، ولو كنت فاكر ومعاهم الكاتيكولامينز، كلهم لايبوفوبيك، ما يدوبوش في الليبيد دي المهمه، وهيدروفيليك، دي ما تهمنيش دلوقتي، يبقى ما مش هيدخلوا جوه الخليه، يبقى مش هيوصلوا للجينز، يبقى نون جينوميك. يبقى مليون سؤال ام اس كيو هنا. يبقى ريسبتور في السيل ميمبر، يبقى هيشتغلوا عن طريق جي بروتين، يبقى هيشتغلوا عن 1 من 4 سكند ميسنجرز. انتوا عارفين كان اهمهم مين؟ كان اهمهم السايكليك ام بي. مش مصادفه ان هنا موست اكشنز بتبقى عن طريق الادينايل او ادرينيت سايكليز، اللي بيزود السايكليك ام بي، اللي هو بيأثر على الاكتيفيتي اوف انزيمز بانه يعمل لها فوسفوريليشن عن طريق البروتين كاينيز ايه. راجع المحاضره الاولى وانت هتفهم. حتى قلنا ده موست اكشنز، لكن سام اكشنز بتحتاج كالسيوم. فشوف هنا تيبيكال الجلوكاجون ده، سام اكشنز هيشتغلوا بالفوسفوليبيد سي، اللي هو بيزود السيتوبلازميك كالسيوم. يبقى معظم الاكشن عن طريق السايكليك ام بي، وبعض الاكشنز وعلى وجه التخصيص الجلايكوجينوليسيز، مش بس بالسايكليك ام بي، وكمان بالسيتوبلازميك كالسيوم. طب نيجي للاكشنز بقى. الاكشنز بتوع الجلوكاجون يا اولاد في 4 اكشنز. انا احب النظام قوي. 2 مين اكشنز
وتو اذر اكشنز. نيجي للتو مين اكشنز على الكربوهيدرات والليبيد. طالب قال لي خلاص انا متوقعه. قلت له ليه؟ قال لي انت حطيت قاعده مهمه جدا ان على الكربوهيدرات والليبيد الانسولين زي الفريك ما يحب الشريك. اللي يعملوا الانسولين على الكربوهيدرات والليبيد بقيه الهرمونات ما تعملوش، تعمل عكسه. يبقى كده انا عرفت نص الاكشنز. قلت له طب وريني شطارتك. قال لي انت قلت الانسولين بيوطي الجلوكوز، لما بناخد حقنه انسولين بيوطي الجلوكوز يعمل هايبوجلايسيميا. اي هرمون تاني يعمل هايبر جلايسيميا؟ اهي هايبر جلايسيميا. وانت قلت على الليبيد الانسولين هو الوحيد اللي بيتخن لايبوجينيسيس يكون ليبيد، وعليه الفري فاتي اسيد مش هتتحول لكيتون بوديز، فهيبقى انتي كيتوجينيك. ده الانسولين لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك. يبقى هذا الهرمون كغيره من الهرمونات وعكس الانسولين هيبقى لايبوليتيك وكيتوجينيك. ما يعملش لايبوجينيسيس يعمل لايبوليسيس لايبوليتيك، وما هوش انتي كيتوجينيك يبقى كيتوجينيك. تصور الطالب اللي فاهم القواعد اللي ارساها لعبد الله. النص الاهم في السؤال الجاوب. نيجي اذر تو اكشنز هم اقل اهميه. ان هو بيزود الميتابوليك ريت يعني كالوريجينيك، طلع حراره الجلوكاجون. وبيزود حاجه تانية في الاذر تو اكشن، بيزود ثلاثه هرمونز الانسولين والبنكرياتيك سوماتوستاتين اللي هناخده اللي بعده على طول والجروث هرمون. واهمهم انا حافظ اسئله الام اس كيو اولاد ان الجلوكاجون بيزود الانسولين. اوعى تنساها دي في الام اس كيو في الاذر اكشنز. طيب نقولهم تفصيليا يا اولاد. يبقى تو مين اكشنز تو اذر اكشنز، يبقى اربعه اوعى تنساهم اهو. تو مين اكشنز اللي هم على الكربوهيدرات والفات ومتوقعين عكس الانسولين. الانسولين هايبوجلايسيميك هرمون، ده هايبرجلايسيميك هرمون قلنا في الام اس كيو بيزود الجلوكوز. الانسولين على الفات لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك، يبقى ده لايبوليتيك وكيتوجينيك. طب نيجي على الهايبرجلايسيميا، ازاي بيعمل هايبرجلايسيميا؟ علمتكم فكر. انا عشان ازود الجلوكوز في الدم ده، هو من هنا اشتق اسمه جلوكاجون، جلوكوز اجونيست، مساعد الجلوكوز، بيعلي جلوكوز. يبقى بمنطق الحياه لازم يزود الوارد وينقص الصادر. يعني عشان ازود سلعه في البلد ازود الوارد منها وما صدرهاش، بنفس المنطق البسيط بتاع الحياه. يبقى ازاي هو هايبر جلايسيميك؟ بيزود الوارد. مين اهم مصدرين بيارب منهم الجلوكوز؟ من الليفر بالجلايكوجينوليسيز والجلوكونيوجينس، بتحطيم الجلايكوجين جلايكوجينوليسيز، او نعمل جلوكوز من مصدر جديد نيو من امينو اسيد فيسموها جلوكونيوجينس. ونقلل ال صادر يعني نمنع استخدام جلوكوز، ننهبت الجلايكوليسيز. ادي الثري اكشنز ازاي بيعمل هايبرجلايسيميا. يزود الوارد بالجلايكوجينوليسيز والجلوكونيوجينسيز، ويقلل الصادر بانه ينهبت الجلايكوليسيز. للاوائل التفصيلات جميله قوي، كل واحد بتاثيره على تو انزيمز، واحفظها لكم في الاخر بطريقه جميله يا اولاد. ازاي بيعمل جلايكوجينوليسيس؟ بياكتيفيت الانزيم اللي بيعمل جلايكوجينوليسيس اللي هو الجلايكوجين فوسفاتيز، وينهبت ينهبت اللي بالعكس بيعمل جلايكوجين سينثيز اللي هو حتى اسمه جلايكوجين سينثيز. يبقى ياكتيفيت الجلايكوجين فوسفوريليز وينهبت الجلايكوجين سينثيز. وهنا في نقطه مهمه جدا في الام اس كيو، انه it does not cause glycogenolysis in muscles، يعني الجلايكوجينوليسيس دي بس في الليفر. طب ازاي بيعمل جلوكونيوجينسيس؟ هنا بيستيميليت تو انزيمز، تو جلوكونيوجينيتك انزيمز اللي مهمين للجلوكونيوجينس. يبقى تو برضه وكل حاجه تو. يبقى بيستيميليت البايروفيت كاربوكسيليز والفركتوز 1,6 داي فوسفاتيز. طب ازاي بينهبت الجلايكوليسيس؟ بينهبت تو انزيمز مهمين للجلايكوليسيس اللي هم انهبت الفراكتوكينيز
والبايروفيت كينيز. طالب قال لي انت قلت عندك طريقه هتفكرنا بيها، قلت لك اهم وظيفه للجلوكاجون اشتقها من اسمه جلوكوز اجونست هايبر جلايسيميا، يبقى يزود الوارد بطريقتين جلايكوجينوليسيس وجلوكونيوجينسيس، ويقلل الصادر بانه بينهبت الجلايكوليس. ومنتهى النظام كل بيعملها بتاثيره على تو انزيمز. فازاي بينهبت الجلايكوليسيس؟ بينهبت تو انزيمز الفراكتوكينيز والبايروفيت كينيز. طب وازاي بيستيميليت الجلوكونيوجينسيس؟ مش ينهبت، بيستيميليت تو انزيمز البايروفيت كاربوكسيليز والفراكتوز 1,6 دايفوسفاتيز. يبقى هنا بينهبت تو انزيمز وهنا بيستيميليت تو انزيمز. طب الجلايكوجينوليسيس بيستيميليت 1 وينهبت 1، يعني في واحد بينهبت الاثنين وفي الوظيفه الثانيه بيستيميليت 2، اما في الجلايكوجينوليسيس بياكتيفيت واحد وينهبت واحد، ياكتيفيت الجلايكوجين فوسفوريليز وينهبت الجلايكوجين سينثيز. في سؤال في الام اس كيو، احنا قلنا هو جلوكوز اجونست بيزود الجلوكوز. في بقى هنا سؤال مهم جدا، لو حبيت تزود الجلوكوز بسرعه عند عيان، لو اديته 1 مايكرو جرام جلوكاجون لكل كيلو جرام بادي ويت هيزود البلاك جلوكوز 20 ملي جرام بير سنت في غضون 20 دقيقه، يعني حتى حلو 20 ملي جرام في غضون 20 دقيقه. دي بتيجي في الام اس كيو، ده اهم وظيفه اللي هي هايبرجلايسيميا اللي هو خد منها اسمه جلوكاجون جلوكوز اجونست. طب نيجي على الفات، متوقعينها عكس الانسول، انسول لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك، يبقى ده لايبوليتيك وكيتوجينيك. طب ازاي هو كيتوجينيك؟ دي صعبه شويه في التفسير يا اولاد، انه بينهبت الاسيتايل كو انزيم كاربوكسيليز وعليه ما يتكونش المالونايل كو انزيم A. هذا المالونايل كو انزيم A لما بيتكون بيؤدي الى منع الكيتون بوديز، يبقى لما يقل يتكون كيتون بوديز. ازاي؟ صعبه شويه. انت حضرتك عشان تعمل من الفاتي اسيد كيتون بوديز كيتوجينيسيس لازم يبقوا دايركتد للميتوكوندريا، يعني الفاتي اسيد يدخل الميتوكوندريا ويحصل لهم بيتا اوكسيديشن ويتحولوا كيتون بوديز. طب حلو، طيب مين بيوقف العمليه دي؟ اللي بيوقف العمليه دي اللي هو الكارنوتين اسايل ترانسفيريز، ده اسف بيستيميليت العمليه دي وعليه. فالجلوكاجون بيعمل ايه بقى؟ بينقص المالونايل كوانزيم A وعليه، ده كان بينهبت الكارنيلين اسايل ترانسفيريز، يبقى مش هيحصل انهبيشن للكارنيلين اسايل ترانسفيريز. الكارنيلين اسايل ترانسفيريز هيشتغل، يشتغل يعمل ايه بقى؟ يدخل الفاتي اسيد جوه الميتوكوندريا فبالبيتا اوكسيديشن تتحول لكيتون بوديز. زي ما قلت لكم اتس ليتل بيت كومبليكيتد، نقولها تاني يا اولاد. يبقى هو بينهبت الاسايل كوانزيم كاربوكسيليز وعليه ما يتكونش مالونايل كوانزيم A. كان بيعمل ايه المالونايل كوانزيم A ده؟ كان بيعمل انهبيشن للكارنيلين اسايل ترانسفيريز. يبقى لما يقل المالونايل كوانزيم A مش هيحصل انهبيشن للكارنيتين اسايل ترانسفيريز، وعليه المركب ده بيستيميليت الكيتوجينسيس. ازاي؟ يدخل الفاتي اسيد جوه الميتوكوندريا ويتحوله بالبيتا اوكسيديشن الى كيتون بودز. سيت البيك كومبليكيتد، بس انا الطلب الاوائل حتى الحاجات البايو بحب اقولها عشان تبقى الاجابه يعني نموذجيه. يبقى دول اهم تو اكشن اللي هم الكربوهيدرات والفات. نيجي الاذر تو اكشن، سهلين جدا. بيزود الميتابوليك ريت، يبقى كالوروجينيتك يعني بيطلع كالوريز. عن طريق ازاي بقى يا اولاد؟ انه بيعمل هيباتيك دي امينيشن اوف امينو اسيدز. يبقى سبب الكالوريز، كانوا زمان يعلمونا ايه؟ يقولوا لنا ان سبب الكالوريز الكتير انه بيعمل هايبر جلايسيمي. لا، اتضح ان مش ده الصح.
توليد الكالوريز بسبب عملية الدي امينيشن اوف امينو اسيدز ان ذا ليفر. تمام. طيب وتاني حاجة قلناها انه بيزود ثلاثة هرمونز يا اولاد، الانسولين والبنكرياتيك سوماتوستاتين والجروث هرمون، ولا تنسى انا بقول لك مين اهم واحدة فيهم، انه بيزود الانسولين. طيب في نوت بقى هنا كانوا بيكتبوها وساعات بلاقي بعض الزملاء الاصغر سنا يقولوها على انها وظيفه، ثبت ان الوظيفه دي ما بتحصلش بالفيسيولوجيكال دوز، عشان كده انا ما حطيتهاش ضمن الاربعه فانكشنز، بتحصل بلارج دوز. طب احنا قلنا الجلوكاجون كان بيزود السايكليك ام بي صح؟ طب السايكليك ام بي ده على القلب بيعمل ايه؟ بيشغل البيتا ريسبتور فبيقوي انقباض القلب، يبقى بوزيتيف انوتروبيك افكت على الهارت عن طريق السايكليك ام بي. ليه ما حطيناهاش ضمن وظائف الجلوكاجون؟ قلنا انه بيقوي انقباض القلب عن طريق البيتا ريسبتور اللي بيشتغل بالسايكليك ام بي، الانوتروبيك افكت، لانها بتحصل باللارج دوز اوف جلوكاجون نوت ذا فيسيولوجيكال دوز. يبقى تاني نعمل اتي ده اولاد، يبقى نقول اربعه اكشنز هتفتكر فاكرينهم، التو مين اكشن اللي هما مين؟ كربوهيدرات وفات وعكس الانسولين، واذر تو اكشنز عشان تاخد الفول مارك، ان هو بيزود الميتابوليك ريت كالورينوجينيك، يعني كالورينوجينيك يعني بيولد كالوريز عن طريق ايه؟ مش هايبرجلايسيميا، عن طريق الهيباتيك دي امينيشن اوف امينو اسيدز. وتاني واحده بيزود ثلاثة هرمونز أهمهم في الام اس كيو، أنا حافظ أسئلة الإنسولين، لكن بيزود كمان البنكرياتيك سوماتوستاتين والجروث هرمون. طب الوظيفة الأخيرة إن هو بيقوي انقباض القلب بوستيف إنوتروبيك عن طريق البيتا ريسبتور عن طريق السايكل ام بي، دي ما بتحصلش في فيسيولوجيكال دوز، بتحصل بلارج دوز. طيب ننتقل لريجوليشن بقى والكنترول بتاع الجلوكاجون. خدوا بالكم الكلام الجديد فيه هنقوله وهو مهم جدا. اولا ريجوليشن او كنترول بتاع الجلوكاجون كما الانسولين، اوعى تنسى الجلوكوز ذا مين كنترولر. يعني لو قال لك مين اهم واحد بيكنترول الانسولين ومين اهم واحد بيكنترول الجلوكاجون؟ جلوكوز، لان زي ما هنشوف ان هذان الاثنان اللي هما الانسولين والجلوكاجون وظيفتهم الاساسيه ضبط الجلوكوز في الدم، وعليه يتاثر هما الاثنين، واهم حاجه تاثر فيهم هي الجلوكوز، ده المين كنترولر. طيب انا هعملها لكم بطريقه لطيفه، اربع حاجات تزود الجلوكاجون واربع حاجات تنقص الجلوكاجون. حلوه، يبقى حتى اقولها لك بطريقه جميله، يبقى اربعه اكشنز واربعه يزودوا واربعه ينقصوا عشان ما تنساش. ايه اول حاجه تزود الجلوكاجون؟ بروتين ميلز او انفيوجن اوف امينو اسيد، يعني لو كلت بروتين او اديناك انترافينس، طبعا مش بروتين هيشتغل كانتيجين، فاديناك انفيوجن اوف امينو اسيدز، اشهر اثنين اللي هم الالانين والارجينين. طيب هنا بقى شويه اسئله مهمه جدا في الام اس كيو، كما الانسولين التاثير الاورال اللي هو المسار الطبيعي للاكل اللي عنده ربنا اقوى من الانفيوجن، يعني لما تاكل بروتين يطلع جلوكاجون اكتر من لما تاخد امينو اسيد انفيوجن، ده سؤال ام اس كيو. طب ليه؟ قلناها دي، لما حضرتك تاكل بروتين هيبقى عندك امينو اسيد في الدم زي امينو اسيد انفيوجن، بس هتزيد حاجه، اكل البروتين هيطلع تو جاسترو انستاينال تراكت، تو جاسترو انستاينال هرمونز اللي هم الجاسترين، اشوف مين هيبقى يفتكرهم، والسي سي كي اللي هو كوليسيستوكاينين اللي هم اهم تو هرمونز بيطلعوا بالبروتين ميل. فدول لوحدهم هيزودوا الجلوكاجون، يبقى اما اخده اورالي الجلوكاجون عنده فرصتين، ان هيطلع تو هرمونز اللي بيطلعوا بالبروتين ميل اللي هم الجاسترين والسي سي كي اللي بيزودوا الجلوكاجون، ولما اكل بروتين همتص امينو اسيد في الدم، ودي قلنا لوحدها بتزود الجلوكاجون. يبقى سؤال ام اس كيو مهم، ان الاورال ودي متوقعه تثبت انها وراء الخلق خالق، الاورال بروتين ميلز لما اكل اورالي وجبه بروتين اكثر تاثيرا ما اعمل لك انفيوجن بالامينو اسيد. في
في سؤال هنا أصعب. طالب زكي قال لي احنا اكل البروتين ده كنا خدنا انه بيزود الانسولين كمان من ضمن الحاجات اللي بتزود الانسولين، فهو بيزود الجلوكاجون والانسولين ليه؟ قول لنا ليه. الاساس يا اولاد ان اكل البروتين يطلع انسولين. طالب قال لي ليه؟ اشرح لنا. لان الانسولين هو البروتين انابوليك، كان بياخد الامينو اسيد بتاعه وجبه البروتين اللي كانها يبني بيها بروتين. بس الانسولين في ذات الوقت هيبني البروتين، بس في هيعمل حاجه تاني مش لطيفه، انه هينقص الجلوكوز، هيعمل هايبوغلايسيميا. فشوف الروعه في الخلق، لما اكل بروتين يطلع انسولين عشان يبني البروتين، ياخد الامينو اسيد يبني بيها بروتين، وعشان هذا الانسولين ما يعملش هايبوغلايسيميا، فربنا خلى يطلع معاه الهرمون التاني اللي هو بيمنع الهايبوغلايسيميا وبيعمل هايبرجلايسيميا، فسموه جلوكاجون جلوكوز اجونست. يبقى البروتين ميل بتطلع مش بس الانسولين اللي محتاجينه، ومعاه جلوكاجون بغرض منع الهايبرجلايسيميا. وشوف بقى في دليل رائع هنا للطالب اللي فاهم، والدليل ان لو حضرتك كلت بروتين مع جلوكوز مش بروتين لوحده، يبقى في الحاله دي معاه جلوكوز، يبقى لما هيطلع الانسولين يبني البروتين خدت مع البروتين جلوكوز مش هيحصل هايبوغلايسيميا، يبقى ما فيش داعي يطلع جلوكاجون. There is no increase in جلوكاجون. يبقى امتى البروتين ميل تطلع الانسولين والجلوكاجون؟ لما اكل بروتين ميل لوحدها يطلع الانسولين، ياخد الامينو اسيد بتاعه وجبه بروتين يبني بيها لانه انابوليك، وعشان الانسولين ما يعملش هايبوغلايسيميا ودي حاجه خطيره يطلع جلوكاجون اللي بيزود الجلوكوز. لكن لو كلت بروتين مع جلوكوز يبقى مش هيحصل هايبوغلايسيميا، يبقى مفيش خوف، يبقى كفايه يطلع الانسولين لوحده وما يطلعش جلوكاجون. حته من الحتت الجديده والصعبه يا اولاد، وبقولها للزملاء الاصغر سنا عشان يعرفوها. تاني حاجه يا اولاد، ستارفيشن، مجاعه لو امتنعت عن الاكل. طيب هو ليه الجلوكاجون بيطلع في الاسترفيشن؟ واحد ما بياكلش، طب هيجيب طاقه منين اللي ما بياكلش ده؟ محتاج جلوكوز، يبقى يطلع الهرمون اللي بيزود الجلوكوز اللي هو جلوكوز اجونست اللي هو جلوكاجون. بيزوده منين؟ من الجلوكونيجينسيس، كانت احد الطرق. ايه رايك بقى الدليل على هذه النقطه؟ ان هو بيطلع اكتر ما يمكن في الثيرد داي اوف ستارفيشن، في ثالث يوم لما تمتنع عن الاكل، لان هو ده اليوم اللي بيبقى فيه ماكسيمم جلوكونيوجينس. فاكتر لما تمتنع عن الاكل الجلوكاجون يطلع في اليوم الثالث من المجاعه، متوافقا مع اليوم اللي بيحصل فيه كميه جلوكونيوجينس كتيره. طالب قال لي طب فهمنا اكتر، هو اشمعنى اليوم الثالث؟ قلت له ان في طريقه اسهل الجلوكاجون كان يجيب بيها جلوكوز في اليوم الاول والثاني، اللي هو بال جلايكوجينوليسيس، وفي هرمونات تانية بتعمل جلايكوجينوليسيس. فهو طلع في اليوم الثالث بعد ما خلصنا الجلايكوجين بتاع الليبر، محتاجين مصدر جديد للطاقة للجلوكوز هو جلوكونيجينس. بيبتدي الجلوكونيجينس ده فين؟ في اليوم الثالث من الاسترفيشن. طب مين الهرمونات المهمة اللي بتعمل جلوكونيجينس؟ الجلوكاجون. عشان كده البيك بتاع الجلوكاجون بيحصل في الثيرد داي. يا اولاد انا مش جاي اقرا معاكم، انا مش محاضرة، أنا جاي أشرح لكم تفهموا أنه وراء الخلق خالق. تمام؟ ثالث حاجة تطلع الجلوكاجون، شوف الروعة، كل واحدة تنطق أن وراء الخلق خالق، بس كلام الجديد عاوز فهم عميق. سيمباثيتك نيرفس سيستم طلع جلوكاجون. طالب قال لي قول لنا القواعد. قلت لك أن في تو ريسبتورز على البنكرياس، ألفا وبيتا ريسبتور للسيمباثيتك. القاعده بتقول، اذكرك بيها تاني، البيبي بيتا انهبيبي بيتا البيبي بيتا انهبيبي بيتري على كل حاجه ما عدا ثلاث حاجات. البيتا كانت بتنهب كل حاجه لكن تزود ثلاث حاجات، الهورت نمره واحد، طب وموضوعنا نمره اثنين، الهرمونز بتزود كل الهرمونات، البيتا كل الهرمونات بتزودها والميتابوليزم. تمام؟ في حاله الانسولين نقط رهيبه في الام اس كيو، كان قلنا ان الانسولين الالفا ريسبتور هي اللي بتبروديمينيت، فالسيمباثيتك كان بينقص الانسولين، بينما السيمباثيتك
الجلوكاجون سيكريتوري سيلز عليها اكتر بيتا ريسبتور اللي هي بتزود، فتزود الجلوكاجون. يبقى نقطه مهمه جدا في الام اس كيو ان السيمباثيتك بينقص الانسولين عن طريق الالفا ريسبتورز، لكنه بيزود الجلوكاجون لان الجلوكاجون سيكريتوري سيلز عليها بيتا ريسبتورز اكتر اللي هي بتزود. طالب قال لي طب ممكن تشرح لنا من منطق انه وراء الخلق خالق؟ قلت له طبعا انت اللي هتقولها لي مش انا. هو حضرتك السيمباثيتك ده بيشتغل في احوال ايه؟ طالب قال لي انت قلت لنا في الاوتوميك الامرجنسي فايت وفلايت. طب انت لما تبقى هتتخانق هتتعارك محتاج جلوكوز ولا مش محتاج جلوكوز؟ قال لي طبعا محتاج جلوكوز. يبقى اطلع انهي هرمون؟ اطلع الهرمون اللي بيزود الجلوكوز اللي هو الجلوكاجون، وما اطلعش اللي بينقص الجلوكوز اللي هو الانسولين. This is why ربنا خلى السيمباثيتك بتاع الامرجنسي بتاع الفايت والفلايت اللي محتاجين جلوكوز يطلع الهرمون اللي محتاج جلوكوز اللي بيزود الجلوكوز وهو الجلوكاجون. ازاي عملها ربنا؟ ان خلى الريسبتور البيتا اللي بيتزود اكتر عن الجلوكاجون سيكريتوري سيلز، بينما الانسولين اللي بينقص خلى الانسولين سيكريتوري سيلز عليها الفا ريسبتور اكتر تنقص الانسولين، فيطلع الهرمون اللي انا عاوزه في الفايت ولا الجلوكاجون اللي هزود لي الجلوكاجوز الجلوكوز، وما يطلعش الانسولين اللي هينقص الجلوكوز لان انا محتاج جلوكوز بالسيمباثيتك في الفايت والفلايت. ألا يدل هذا يا أولاد على أنه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله؟ أنا بستغرب لما ألاقي ناس بتقرأ يا أولاد. الموضوع يحتاج إلى فهم عميق ومن منطلق واحد فقط، أنه وراء الخلق خالق. وخد الإثبات تاني، إن الاسترس زي الإكسرسايز أهو والإنفكشن بيزود الجلوكاجون. ازاي؟ ميدييتد ان بارت باي سيمباثيتك. محتوى لما اعمل اكسرسايز عاوز جلوكوز يبقى لازم اطلع جلوكاجون خلاص، وفي الانفكشن محتاج جلوكوز تو فايت، فبيطلع في الاستريس لايك اكسرسايز وانفكشن بيطلع جلوكاجون ميدييتد عن طريق السيمباثيتك. يبقى هتنسى واحد من اهم المعلومات يا اولاد في الام اس كيو وفي المعادله الامريكيه والكنديه للطلبه اللي بيسمعوني هنا، ان السيمباثيتك بيزود الجلوكاجون لكنه ينقص الانسولين، وهو منطقي لما تتفهم السيمباثيتك مهم للفايت والفلايت، يبقى لازم يزود الجلوكوز، يبقى لازم يزود الهرمون اللي بيزود الجلوكوز وهو الجلوكاجون اللي اشتق اسمه هنا، بينما الانسولين بينقص الجلوكوز واحنا عاوزين الجلوكوز يزيد، يبقى السيمباثيتك وقف الانسولين. طب حصلت ازاي؟ ان ربنا حط بيتا ريسبتور اللي بتزود اكتر على الجلايكوجين سيكريتوري سيلز والفا ريسبتورز اكتر على الانسولين سيكريتوري سيلز. نمره 4 الفيجاس بتاع اللي بيغذي الجهاز الهضمي، صديق الجهاز الهضمي، عن طريق الاستايلكولين بيزود الجلوكاجون. يبقى 4 حاجات بيزودوا الجلوكاجون، انا اقولها لك بطريقه لطيفه بالحفظ. 2 اكل، بروتين ميلز والاسترفيشن. بس فهمنا مفيش تضاد، الاسترفيشن انه هيعمل لنا جلوكوز بالجلوكونيوجينسيس في اليوم الثالث. اليوم الاول والثاني كان بالجلايكوجينوليس، عشان كده هو وصل البيك في اليوم الثالث. يبقى اول 2 اكل بروتين ميلز وستارفيشن. طب الاثنين اللي بعديهم نيرفس فاكتورز اللي هم سيمباثيتك وفيجاس. والدليل ان السيمباثيتك ده بتاع الاستريس، ان الاستريس كما الانفكشن اكسرسايز كما السيمباثيتك زودوا الجلوكاجون اللي بيزود الجلوكوز. ازاي عملها ربنا؟ عن طريق انه حط بيتا ريسبتورز. ده الكلام الجديد في الجلوكاجون يا ولاد. حتى هنا في الكراش كورس هتلاقوا اوضح من الكورس العادي. طب ايه اللي بينقص الجلوكاجون؟ 4، يبقى هنا 4 وهنا 4. اول 2 اكل برضه. جلوكاجون بيزود الجلوكوز، يبقى لما الجلوكوز يبقى زايد مش عاوزين جلوكاجون. عشان كده الجلوكاجون اول حاجه بتنقصه زياده الجلوكوز، ودي مرتبطه بايه؟ خد بالك بقى. زياده الجلوكوز بتطلع انسولين. احنا قلنا ليه ده اهم حاجه بتطلع انسولين؟ زياده الجلوكوز عشان يعمل هايبوجلايسيميا. ما بتطلعش انسولين بس، وبتطلع من البيتا سيلز، مع الانسولين من البيتا سيلز والبنكرياس جابا، اللي هما جاما امينو بيوتيريك اسيد اللي هو انهيبيتوري ترانسميتر. يبقى زياده الجلوكوز خلاص الجلوكوز زايد، يبقى مش عاوز حاجه تزود الجلوكوز، مش عاوز جلوكاجون، تنقص الجلوكاجون. ازاي؟ اقولها بطريقه سهله جدا.
دايركتلي ان زياده الجلوكوز بتنقص الجلوكاجون، وان دايركتلي ان زياده الجلوكوز بتطلع من البيتا سيلز انسولين وجاما امينو بيتريك اسيد، والاثنين بينقصوا الجلوكاجون. وهنا واحد من اصعب الاسئله في الام اس كيو، ما علاقه الجلوكاجون بالانسولين؟ الانسولين باشا ينقص الجلوكاجون، اهو زياده الانسولين تنقص الجلوكاجون، بينما الجلوكاجون بيزود الانسولين. واحده من المعلومات الصعبه جدا في الام اس كيو، الانسولين باشا كلهم يزودوه، الجلوكاجون يزوده، انما الانسولين ينقص بقيه الهرمونات، بينقص الجلوكاجون. يبقى زياده الجلوكوز ازاي نقص، ليه نقصت الجلوكاجون الاول؟ ان انا مش عاوز جلوكاجون، الجلوكون ده بيزود الجلوكوز وانا الجلوكوز زايد. دي دايركتلي. طب وين دايركتلي؟ ان زياده الجلوكوز بتطلع من البيتا سيلز انسولين وجابا، ودول برضه بينقصوا الجلوكاجون. تاني واحده فري فاتي اسيدز وكيتون بوديز. مش احنا قلنا ان الجلوكاجون بيعمل لايبوليسيس، يعني بيكسر الليبيد ويزود الفري فاتي اسيد وعليه يزود الكيتون بوديز. يبقى لما يبقى الفري فاتي اسيد بنفس منطق الجلوكوز والكيتون بوديز اوريدي زايدين، ليه يطلع الجلوكاجون اللي بيزودهم؟ فالجلوكاجون ينقص. يبقى الجلوكاجون في واحد واثنين اكل برضه، كان بيزود الجلوكوز وبيزود الفري فاتي اسيد والكيتون بوديز، يبقى لما يزيدوا الجلوكاجون يقل. نمره ثلاثه الالفا ادرينرجيك ريسبتور، عارفين؟ احنا قلنا البيبي بيتا انهيبيبي بيتري بتنقص كل حاجه ما عدا الهارت والهرمونز بتزودهم كلهم والميتابوليزم، الالفا تنقص فالالفا ادرينرجيك ريسبتور بتنقص. نمره اربعه سكرتين وسوماتوستاتين، حتى الاثنين بحرف الاس. سوماتوستاتين من اسمه استاتين زي ما هناخد دلوقتي حالا، ده بينقص كل حاجه بما فيها الجلوكاجون، ومعاه السكرتين ده هرمون احد الهرمونات بتاع الجاسترو انستاينال تراك. انا بقول يا اولاد سؤال الجلوكاجون اقصر من الانسولين بكتير، موضوع الجلوكاجون، ولكنه انا بعتبره هو الاصعب، وبقولها بطريقه سهله جدا. اوعى تنسى لما يجي لك الاكشن والكنترول بتاع الجلوكاجون، فاوعى تفتكر رقم الساعه 4 4 اكشنز 4 بيزوده و4 بينقصه. 4 اكشنز اهم اثنين كربوهيدرات وفات، ان الجلوكاجون عكس الانسولين هايبر جلايسيميا، لان الانسولين بيوطي الجلوكوز. الجلوكاجون بيعمل لايبوليسيس وكيتوجينيك، لان الانسولين بيتخن لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك. وتو اذر اكشنز قلنا كان بيزود الميتابوليزم كالورينجينيك عن طريق الدي امينيشن امينو اسيد، وكان بيزود ثلاث هرمونات اهمهم مين؟ الباشا بيزود الانسولين ومعاه اثنين تانيين. تمام؟ طب نيجي الكنترول، قلناهم أربعة أربعة، أول اثنين في حالتين أكل، فكان بيزيد لما آكل بروتين أو أعمل انفيوجن بأمينو أسيد، وكان في ديسكشن جامد في الحتة دي. إن لما آكل أكتر ما أعمل انفيوجن بأمينو أسيد، لأن في جاسترو انستاينال هرمونز بيزودوا الجلوكاجون، الجاسترين والسي كي. طيب إزاي البروتين بيزود الجلوكاجون وبيزود في نفس الوقت الإنسولين العكس بعض؟ هو بيزود الإنسولين، البروتين ده الأساس عشان خاطر يبني البروتين، لان الانسولين انابوليك هرمون بيبني، بس الانسولين يعمل هايبوجلايسيميا، فطلع معاك جلوكاجون عشان يمنع الهايبوجلايسيميا. والدليل ان لما اكل بروتين مع جلوكوز يعني مش هيحصل هايبوجلايسيميا، ما بيطلعش جلوكاجون وستارفيشن. ادي اول اثنين. طب والاثنين اللي بعدهم؟ قلنا السيمباثاتيك، ولاول مره بقى بيزود الجلوكاجون عن طريق البيتا ريسبتورز والستريسز، وده المفروض عندنا عاوزين الجلوكوز يزيد، ربنا حط بيتا ريسبتور اكتر على الجلوكاجون اللي هي بتزود الجلوكاجون، وبالتالي ستريس عاوز جلوكوز عن طريق السيمباثاتيك يزود الجلوكاجون والفيجاس. يبقى اثنين واثنين، اثنين اكل وسيمباثاتيك وفيجاس. طب ايه اللي بينقص؟ قلنا هو بيزود الجلوكوز ويزود فري فات اسيد والكيتون بوديز، يبقى لما يزيدوا اثنين اكل اهم برضه يقل الجلوكاجون بزياده الجلوكوز وزياده الفري فاتي اسيد والكيتونز. بس في حته صعبه، زيادة الجلوكوز بتنقص الجلوكاجون دايركتلي، وعن طريق ان زيادة الجلوكوز كانت هي الأهم حاجة بتطلع الانسولين، ومعامل بيتا سيلز بيتا ادرينرجيك اسف مع الجابا امينو بيوتريك اسيد. الاثنين تانيين ان قلنا الالفا ريسبتور بتاعت السيمباثاتيك يا اولاد
الالفا ريسبتور بتاع السيمباثيتك دي انهبيتوري بتنقص الجلوكاجون والسكرتين والسوماتوستاتين. انا مش هعيد تاني، اديني اديتك الفكره، انت عيد تاني الفيديو. واحد من اصعب الهرمونات الجلوكاجون، فور اكشنز، اربعه يزودوا اربعه ينقصوا. طبعا في حاجات اكتر بالاربعه دول، بس دول المهمين وورلد وايد. ولا تنسى اللي يقول لك ان هو بيقوي انقباض القلب، تقول له الكلام الجديد ده بلارج دوز نوت فيسيولوجيكال فانكشن. ده الجزء الصعب في المحاضره الاخيره. نيجي للاجزاء الاسهل بقى. الهرمون الثالث من الهرمونات بتوع البنكرياس اسمه سوماتوستاتين. كنا خدناه قبل كده في الهايبوثالاموس في اول الثاني محاضره يمكن، تحت اسم جروث هرمون انهيبيتنج هرمون. كنت قرات كتاب يعني بالانجليزيه مترجم على الالمانيه، مؤلف الماني كتب كلمه عجبتني جدا قلت استغلها. ستاتين يعني انهيبت، يوقف يثبت. فقال ان السوماتوستاتين ده ما فيش حاجه واحده بيزودها، حتى هتبص كده في الاكشن قبل ما نجيلها كلهم بالنقص. فسماه يونيفرسال انهيبيتور، يعني بينهيبت كل حاجه، يونيفرسال انهيبيتور. طيب هنا هنتكلم عليه في اربع نقاط. نفس الاربعه بتوع الجلوكاجون، ناقصين الميتابوليزم لان هو زي الميتابوليزم كلهم بيبقوا ديجريدد في الليفر. هم نفس الاربع نقاط، الاول السايت، نمره 2 الكيمستري، نمره 3 الاكشن، نمره 4 كنترول. بس كلمتين على كل واحد. سايت واحد بيطلع من بنكرياس اللي هو موضوعنا، الدلتا سيلز اللي اسمها دي سيلز التي تشكل اقل من 10% من الايلت اوف لانجرهانس سيلز. تاني حته بيطلع من الجاسترونسان تراك من خلايا اسمها الدلتا سيلز، موجوده في البايلوريك انترم اللي هي اخر حته في المعده، يسموها البايلوريك انترم، مدخل بايلورس والديودينم اللي هو الاثنى عشر. يبقى يطلع من البنكرياس اهو اللي مشاور عليه، واللي محاوب بالبنكرياس اللي هو البايلوريك انترم والديودينم من الجاسترونسان تراك، وبيطلع من البرين. خدناه من الهايبوثالامس تحت اسم تاني كنا خدناه جروث هرمون انهيبيتنج هرمون، كان بيطلع من الهايبوثالامس لو كنت فاكر، سميناهم هناك هايبوفيجيتروفيك هرمونز لانهم بيأثروا في الهايبوفيزيس. كان في بعضهم ريليسنج وبعضهم اللي هو من ضمنهم الجروث هرمون انهيبيتنج هرمون انهيبيتنج. كنا قلنا حتى بيطلعوا لو كنت فاكر من ميجا نيرونز، بتبروجكت نيرونز كبيره في حته مشهوره بيطلعوا منها، فاكرها؟ مشهوره اسمها ميديا امينس، امينس يعني بارز. اقول لك تجميعه كمان جميله، الاربع هرمونات اللي فاضلين في البنكرياس ما خلى الانسولين، ما عدا الانسولين اللي خدناه في المحاضره الاولى، كلهم لهم مصادر ثلاثه، بنكرياس، جاسترو انستاينال تراكت وبرين. تجميعه اهي من التجميعات الرائعه بتاعت البنكرياس، جاسترو انستاينال تراكت وبرين. يبقى ده الاجابات الاوائل، بيطلع من السوماتوستاتين الاوائل تقول بنكرياس من الدلتا او الدي سيلز التي تشكل اقل من 10%، الجاسترو انستاينال تراكت الدلتا سيلز اللي موجوده في نهايه الاستومك بايلوريك انترام ودودنم، والبريم من الهايبوثالاموس اللي هو ضمن ريليسنج انهيبيتنج هرمونز اللي سميناهم هايبوفيزيوتروفيك هرمونز. طيب نيجي للكيمستري، طالب اللي انا متوقع، انت قلت لنا الغدد اللي بحرف البي، بنكرياس موضوعنا النهارده، بيتيوتري وبنكرياس كلها تطلع بيتيوتري او باراثيرويد كلها تطلع بروتين او بوليبيبتايدز، فده تركيبه بوليبيبتايد او بيبتايد، الاثنين صح لما اجي لك في الام اس كيو. حقيقه الامر في نوعين من السوماتوستاتين، واحد معمول من 14 امينو اسيد فيسموه سوماتوستاتين 14 امينو اسيد، والثاني معمول من ضعفها سوماتوستاتين 28 امينو اسيد. اللطيف نفس القواعد زي الجلوكاجون بيتعملوا من بري برو بروتين، حلو نفس البروتين اللي اتعمل منه السوماتوستاتين 14 هو اللي اتعمل منه السوماتوستاتين 28. حضرتك هتكسر من البري برو بروتين 14 امينو اسيد ولا تكسر 28؟ براحتك. فعشان كده هما الاثنين بيتعملوا من سنجل بري برو بروتين بقطعيه مختلفه، الترنتيف كليفج بقولها بالبلدي كده، قطعيه مختلفه، هتقطع 14 وتقطع 28. يبقى كلام معاد.
السايت قلنا كل الهرمونات ما خلى الانسولين بتطلع من البنكرياس كم جديد وجي اي تي والبرين. كل الهرمونات بتاعه البنكرياس ومثلها البيتيوتري والباراثايرويد تركيبها بروتين او بيبتايد او بولي بيبتايد. فهنا هو بيبتايد بس يوجد منه نوعان وكلها البروتين والبولي بيبتايد معموله نفس القواعد بقى تحفظها بري برو بروتين. بيبداوا في الجرانيولر اندوبلازميك ريتيكولم اللي هو الرف اندوبلازميك ريتيكولم وننتهي العمليه في الجولجي كومبلكس بناخدها في الاستولجي. فين السؤال بقى هنا؟ الاكشن والكنترول طبعا اقل اهميه من الانسولين والجلوكاجون. الاكشن قلت لك من الاول خد بالك ان كل حاجه بتنهيبت عشان كده الراجل سماه يونيفرسال انهيبيتور راجل الماني. على الانتيرو بيتيوتري هناخد اكشن نمره واحد، على الجاسترو انسولين تراك نمره اثنين، والبنكرياس نمره ثلاثة اللي هم الثلاث حتت اللي بيطلع منهم انتيرو بيتيوتري جاسترو انسولين تراك اند بنكرياس. اول مره خدناه في الانتيرو بيتيوتري تحت اسم جروث هرمون انهيبيتنج هرمون، فمن اسمه كان بي انهيبيت الجروث هرمون. وللاوائل فاكرين مش بس الجروث هرمون والثايرويد ستيميليتنج هرمون والبرولاكتين. وقلنا يا اولاد ان كل ريليسنج والانهيبيتنج هرمونز نون سبيسيفيك، هو اسمه جروث هرمون انهيبيتنج. يبقى الطالب العادي يقول ان هو بيقلل الجروث هرمون، الاوائل يقول لا بيقلل الجروث هرمون ومعاه الثايرويد ستيميليتنج هرمون والبرولاكتين. وكان ده احسن اكزامبل يدل على ان ريليسنج انهيبيتنج فاكتور الاكشن بتاعه نون سبيسيفيك في الام اس كيو. ده احسن اكزامبل ان جروث هرمون انهيبيتنج هرمون ما بيوقفش بس جروث هرمون كما يوحي اسمه، لكن بيوقف كمان التي اس اتش والبرولاكتين. طب نيجي على الجي اي تي، وقف كل حاجة في جي اي تي، خمس حاجات. تقلل الموتيليتي، الحركة بتاعت المعدة ستومك وانتستين وجول بلادر، سكريشن الافرازات الابزوربشن، بيقلل الهرمونز بتاعت الجاسترو انسولين تراكت كلها الجاسترين والجاستريك انهبيتوري بيبتايد والسي سي كي والسكريتين والموتيلين والفي اي بي. دول بسميهم انا اللي هم المجموعة المهمة، هناخدها مع جي اي تي. المجموعة المهمة دول الستة دول كلهم بينقصوا، نقص الباي فلو كمان. طيب يقول انت قلت هتفهمنا، احنا مش جينا نحفظ، هو ليه بينقص ده كله؟ احكي لك قصه صغيره. حضرتك لو انسان محترم وانت محترم بالقطع، مفروض بناكل كام وجبه في اليوم؟ ثلاثه. انا عارف ان طبعا بتاكلوا سناكس زي ما انت عاوز. يبقى الشخص المحترم ياكل ثلاث وجبات، يبقى المفروض الوجبه تصد معاه تكفيه كام ساعه؟ اليوم 24 ساعه. ثلاث وجبات في 24 يبقى الوجبه تكفيه 8 ساعات. هو ده وظيفه السوماتوستاتين، بيخلي الوجبه بيصد معاك بيهدي المراكب السايره، بيقول للجهاز الهضمي رويدا رويدا اعمل حركه افراز هضم امتصاص ببطء ببطء عشان الوجبه دي مفروض هتكفي الشخص 8 ساعات. إذا هو بيعمل إيه؟ هنلخص الأكشنز الخمسة دول، إنه بيقلل الموتيليتي والسكريشن بتاع الدايجيشن والأبزوربشن والباي فلو والهرمونز، وظيفته يعمل إيه؟ وظيفته يمنع الرابيد إكزهوشن أوف فود، إن لو العملية كلها حصلت بسرعة، خدت الأكل بسرعة واستخدمته بسرعة، طب بقيت الثمان ساعات. عشان كده هو قلنا يا أولاد أهو الوظيفة كتبتها لك فوق بقى بالأحمر، بريفنتس الرابيد إكزهوشن أوف فود. عن طريق انه يمنع الخمس حاجات دول، موتيليتي سكريشن ابزوربشن هرمونز اند باي فلو. سوماتوستاتين على البنكرياس احنا خدنا لحد دلوقتي كام هرمون؟ الانسولين والجلوكاجون، وهناخد بعديه على طول البنكرياتيك بوليبيبتايد. هو بقى بينهبت كل البنكرياتيك هرمونز المهمه، انسولين وجلوكاجون بنكرياتيك بوليبيبتايد لنفس السبب، لان هما مهمين للميتابوليزم، وهو عاوز يقل ينقص الميتابوليزم يهديه شويه عشان الوجبه تصد 8 ساعات. هنا في سؤال ام اس كيو مهم جدا، هو طالع من البنكرياس وبيقلل الهرمونات بتوع البنكرياس، وهو طالع من البنكرياس يبقى هيوصلهم ازاي؟ مش عن طريق البلد، عن طريق التيش فلويد. يبقى ده سؤال ام اس كيو هنا عن طريق باراكراين اكشن نوت اندوكراين. يبقى واضح لطالب فاهم هي مش تجميع حفظ، تجميع فهم. يبقى الاكشن بتاع السوماتوستاتين على الانتيرو بيتيوتري والجاسترو انسولين تراكت والبنكرياس ملخصها كلها كلمه واحده، بينقص كله. يعني اقولها لك بطريقه لطيفه،
في الام اس كيو او في المعادله الامريكيه او الكنديه، لو جاب لك سوماتوستاتين بيزود اي حاجه هي دي الاجابه الخطا. اسمه انا هستغل اسمه ستاتين، ستاتيك ستاتيك ستاتيك، يوقف يوقف يونيفرسال انهيبيتور. اي حاجه بتنقص صح، اي حاجه بتزيد غلط. خلاص حلوه. وما الغرض بتاعه؟ انتوا بس اللي فاهمين، انه يمنع الرابيد اكزوشن اوف فود. ربنا مطلعه عشان الوجبه تصد 8 ساعات معك. ولا تنسى البنكرياس بيقلل المجموعه الثانيه اللي حواليه بتوع الميتابوليزم، باراكراين افكت. طب الكنترول، طيب انا متوقع مش هو المفروض انه بيخليني ما استخدمش الاكل بسرعه، يبقى المفروض يطلع لما اكل. طالب قلت له ذكي طبعا، يبقى الكنترول بيطلع بالانجشن اوف فود. طب مين الانديسز، مين دلائل ان انا اكلت عشان يطلع ويخلي الاكل يستهلك ببطء، العمليات كلها تبقى بطيئه، كلها بطيئه، فالاستهلاك يبقى بطيء فتكفيني 8 ساعات. اللي بيدل ان انا اكلت حاجتين، ان انا لما اكلت بيزيد الليفل بتاع الجلوكوز ممثلا عن الكربوهيدرات، الامينو اسيد ممثلا عن البروتين، الفري فاتي اسيد ممثلا عن الليبيد في الدم، زياده الليفل اوف جلوكوز امينو اسيد فري فاتي اسيد ان بلاد. تاني حاجه تدل ان انا اكلت، ان انا لما باكل بيطلع الجاسترو انتستينال هرمونز، واهمهم في الدايجيشن وعليه في الابزوربشن هو سي سي كي، ده اهم واحد يطلعه. يبقى هو نقولها في جمله جميله يا اولاد، يبقى هو طالع بيطلع لما ناكل اهو، والدليل ان انا اكلت زياده البلاد ليفل اوف جلوكوز امين اسيد في فاتي اسيد، وزياده الجاسترو انتستينال هرمونز اهمهم السي سي كي. بغرض ليه طالع؟ عشان يمنع الرابيد اكزوشن اوف فود، يبطئ كل العمليات اللي هتستهلك الفود عشان يكفيني 8 ساعات. عشان كده هو يونيفرسال انهيبيتور. ده ثالث هرمون. يبقى خدنا انسولين الاكثر اهميه، هيليك جلوكاجول الاقل اهميه بس اصعب، ثم السوماتوستاتين. انتقل للبنكرياتيك بولي بيبتايد اللي بعد كده، الهرمون الثالث. بنكرياتيك بولي بيبتايد سايت بنكرياس الجاما سيلز، او الاسم الجديد بي بي سيلز عشان بتطلع بنكرياتيك بولي بيبتايد فسموها بي بي سيلز. الاسم القديم كانوا يسموها اف سيلز. يبقى كل ده صح، طالع من الجاما سيل صح، اللي كان اسمها قديما اف سيلز، الاسم الجديد بي بي سيلز، والتي تشكل اقل من 5% من الخلايا. يبقى الجلوكاجون كانوا 20%، السوماتوستاتين اقل من 10%، البي بي سيلز اقل من 5%. طبعا اكثرهم البيتا سيلز اللي بتطلع انسولين كانوا 60 ل 70%، عشان كده الهرمون الاهم. طب نيجي للكيمستري، مش هقولها تاني، بنكرياس بيتيوتري باراثيرويد كلهم بيطلعوا بروتين او بولي بيبتايد، فهو لينير بولي بيبتايد، او لو قال لك بيبتايد صح 36 امينو اسيد. ده ريليتد تو فاميلي اوف بيبتايد، يعني متعلق بتو بيبتايدز تانيين زي حالاته، هما الاثنين التانيين كمان 36 امينو اسيد. طالعين منين؟ طالب قال انت قلت لنا القاعده من الجاسترو انتستينال تراكت، اللي هو البيبتايد واي واي. بيبتايد واي واي ده طالع من الجاسترو انتستينال تراكت، المعده والامعاء والقولون، ستومك انتستين كولون. والنيورو بيبتايد واي ان بي واي طالع من البرين والاوتونوميك نيرفس سيستم. يبقى قاعدة جميلة أرسلها لك العبد الله، إن كل الهرمونات بتوع البنكرياس ما خلى الإنسولين بتطلع من البنكرياس والجاسترونتستاينال تراك والبرين أهو. هو نفسه البنكرياتيك بولي بيبتايد طالع من البنكرياس، اللي شبهه بقية العيلة، بقية العيلة هنا مش هو نفسه، البي واي واي من القولون والإنتستين والستومك، والنيورو بيبتايد واي ان بي واي طالع من البرين والاوتونوميك نيرفس سيستم. نيجي الاهم بقى، النقطه الثالثه والرابعه، فانكشنز كنترول. قلنا ناقصين ايه عن الجلوكاجون؟ الميتابوليزم اللي هو معروف، هما بيدخلوا في البورتر بلاد على الليفر يبقوا ديجريدد هناك، عشان كده ما كتبناهاش. فهنا اربع نقط بس عشان نمشي في الهرمونات اسرع، وهما مش مكتوبه في معظم الكتب، مش انا ما كتبتهاش ان بارتيكولا يعني، لانها خلاص اتفهمت. هنا بقى الفانكشنز يا اولاد نوت كلير، يعني مش كلير قوي، انما هقول لكم اصدق الحاجات في سنه 2018. البرايمري اكشن كما السوماتوستاتين، يعني
بيقلل اهم افراز للهضم اشوف مين يفتكرها في محاضرات الجهاز الهضمي. اهم عصاره هضميه ده سؤال لوحده هو البانكرياتيك سيكريشن، بانكرياتيك اكسكريشن سيكريشن، فهو بيقلل البانكرياتيك اكسكريشن سيكريشن، ده البرايمري اكشن. وعليه يبقى سؤال ام اس كيو مهم هو عكس الفانكشن بتاع السي سي كي كوليسيستوكاينين، لان ده اهم واحد بيزود اهم عصاره اللي هي العصاره بتاعت البنكرياس. ده البرايمري اكشن. طب الاذر اكشنز بيأفكت الجاستروانتيرال موتيليتي، فمثلا بينقص الجول بلادر كونتراكشن، كونتراكشن بتاع الجول بلادر، بيأفكت الميتابوليزم، بيأفكت الفود انتيك، فبيسموه ساتايتي فاكتور يعني يخليك تحس بالشبع. ام ساتسفايد يعني مكتفي، فجاي منها كلمه ساتايتي يعني اكتفاء شبع. يبقى البرايمري اكشن هو ده المهم في الام اس كيو جدا، انه بينقص اهم عصاره هضميه وهي عصاره البنكرياس، وعليه يبقى عكس سؤال ام اس كيو عكس السي سي كي. اذر اكشن بيأفكت الجاستروانتيرال موتيليتي، الميتابوليزم والفود انتيك، خليك تحس بالشبع. ايه الدليل انه بيخليك تحس بالشبع؟ ان لقوا في اطفال عندهم برادر ويلي سندروم نسبه للشخص اللي اكتشفه تخان قوي. ليه؟ ليه ما بيشبعوش؟ ليه؟ لان ما عندهمش البي بي اي، فعرفوا ان البي بي اي بيخلي واحد يشبع. ساتايتي فاكتور، ما فيش بي بي اي ما تشبعش، فالطفل ياكل كتير ياكل كتير يبقى اوبيس، اسمها برادر ويلي سندروم. طب نيجي الكنترول. طب هو قلنا كما السوماتوستاتين يعني بيهدي اللعب، يبقى يطلع لما ناكل، رابيد ريليست افتر مي افتر ايميل، بيطلع بعد ما ناكل. السؤال ام اس كيو هنا ازاي بقى؟ ميدييتد بالفيجاس نيرف، الباراسمباتيك كولينرجيك تبقى صح. طب وعرفوها ازاي؟ انه بلوكد بالاتروبين، ما هو الاتروبين بيقفل استايل كولين بتاع البارا بتاع الفيجاس، فدي مهمه جدا، يطلع لما ناكل عن طريق الفيجاس نيرف، والدليل انها الفيجاس نيرف باراسمباتيك كولينرجيك انه بلوكد بالاتروبين. هتلاقي اولاد في كلام تاني يعني اقوله في عجاله يعني لسه ما حدش متحقق منه او يعني عدب منه، ان هو بيطلع قلنا اساسا بالاكل خاصه البروتين ميل، لكن وجدوا كمان بيطلع بالاكسرسايز وبيطلع بالاكيوت هايبوغليسيميا. طب وايه اللي بينقصه؟ لسه قايلين هرمون اللي قبله السوماتوستاتين اللي كان بيوقف كل حاجه، بيوقف البنكرياتيك بوليبيبتايد، وبيوقف كمان بالانترافينس جلوكوز، يعني نقص الجلوكوز يطلعه زياده الجلوكوز تقلله، ومعاها السوماتوستاتين. حاجه ثانيه يعني بس ده كلام مالوش قيمه. طيب نيجي للهرمون الخامس الجريلين، ده اكتشفوه في 1999 يعني جديد خالص خالص خالص، واسمه هانجر هرمون. ده عكس الاثنين اللي قبليه، يعني احنا قلنا السوماتوستاتين وخدنا البنكرياتيك بوليبيبتايد، ده بيخليك تاكل بقى، مش خليك ما تاكلش، خليك تاكل، عشان كده سموه هانجر هرمون يعني بتاع الاكل جوع. سنه 1999، عاوز التفصيلات ابقى ارجع للمحاضرات الاساسيه. سموه ليه جريلين؟ قلتها في المحاضره السابقه الثامنه، حتى اعملها لك بالالوان، لانه جروس هرمون ريسبتور ستيميليتنج، بيستيميليت الجروس هرمون، اهي جروس جي هرمون اتش ريسبتور، بس الاتش سايلنت هنا ما تنطقش، فيسموه جريلين. انما جاب منين الاسم؟ فهمتك كل اسم جابوه منين؟ جروث هرمون ريسبتور ستيميليتي. الزملاء الاصغر سنا كمان يتعلموها عشان نثري المحاضرات. بيطلع منين؟ موصلي هنا بقى مش من البنكرياس اللي هو موضوعنا، موصلي من الاستومك. ما هو الجوع ده بتاع المعده. مش كده؟ مش يقول لك عصافير بطني اللي هي معدتي بتزقزق؟ هنشوفها دلوقتي العصافير لما تزقزق. small amounts يعني mostly بيطلع من الاستومك، small amounts بيطلعوا من البنكرياس اللي هو الابسيلون سيلز، اللي هي قلنا ايه الابسيلون دي؟ الحرف الخامس الفا بيتا جاما دلتا ابسيلون، الحرف الخامس في الابجديه اللاتينيه،
عشان كده عندنا خمس خلايا بتطلع على الاقل خمسة هرمونز، وقلنا ده لوحده سؤال دلوقتي ان البنكرياس بيطلع على الاقل اربعة على الاقل خمسة، صح؟ اهو الابسيلون سيلز، تمام، 1%. واحنا عارفين القاعدة ان الاربع هرمونات بتوع البنكرياس ما خلا الانسولين بيطلعوا من البنكرياس ويطلعوا من جي اي تي سمول انتستين ويطلعوا من البرين از نيوروبيبتايد. يبقى القاعدة هي بنكرياس جي اي تي هنا سمول انتستين وبرين از نيوروبيبتايد. سايت النقطة الثانية كيمستري، الثلاث غدد اللي بحرف البي ما بزهقش، بنكرياس بيتيوتري باراثايرويد يطلعوا يا بروتين يا بيبتايد بحرف البي، فاذا هو بيبتايد 28 امينو اسيدز. فانكشنز، طالب ذكي قال لي انا عارف تقول ايه الفانكشن، قلت له ازاي؟ قال لي انت قلتها في اول حاجه، انت قلت ان هو هانجر هرمون يبقى 100 100 بيخلينا ناكل، وقلت سموه ليه جرينل لانه جروث هرمون ريسبتور ستيميليتنج هرمون، خلاص يبقى انت لازم تحط تو اكشنز. طالب ذكي ذكي، يبقى له علاقه بالانرجي هوميوستاسيس تثبيت الطاقه انه هيخلينا ناكل، بيتزود الابيتايت اهو خليك تاكل هانجر هرمون، وبيستيميليت الجروث هرمون سيكريشن اللي هو اشتق منه اسمه جروث هرمون ريسبتور ستيميليتنج هرمون. في طلبه بتفكر في دماغ عندها، مش اي حاجه، مش قاعد بيسمع اي حاجه. نيجي على الانرجي هوميوستاسيس دي الوظيفه الاساسيه. هوميوستاسيس اللي هو تثبيت الطاقه جوه الجسم، يبقى لازم بيتعامل مع الانبوت الداخل والاوتبوت، عشان نثبت اي حاجه في البلد يبقى صادر وارد، انبوت واوتبوت. انبوت احنا قلنا هو الهانجر هرمون، فبيبعت هانجر سيجنالز تو هايبوثالاموس، شرط للهايبوثالاموس اللي هو قلنا فيه الابستات اللي هو الابيتايت ريجوليتنج سنتر، بينظم الشهية، خليك عاوز تاكل، تزود الابيتايت تاكل، وبالتالي يزود السكريشن ويزود الموفمنتس الجاستريك امبتينج، جاستريك سكريشن اند جاستريك امبتينج، ده الانبوت، تاكل معدتك تطلع عصارات وتشتغل. الاوتبوت طب اللي كانته ده هتعمل بيه ايه؟ صوتك اربع حاجات، هو بيريجليت بقى الديستريبيوشن والريت اوف انرجي يوز، تعمل ايه بالطاقه دي؟ طلعها في صوره طاقه يبقى هيت لوس، تختزنها في صوره اي تي بي، طاقه برضه بس مختزنه. طب واللي مش هيطلع في صوره طاقه او مختزن في صوره طاقه في صوره اي تي بي، تختزنه حضرتك في صوره فات دهون او جلايكوجين ستورج. يبقى هو له علاقة بالإنرجي هوميوستاسيس، إنبوت يخلينا ناكل، أوتبوت التوزيعة الجليتد ديستريبيوشن بتاع الأكل ما بين طاقة اي تي بي وهيت لوس وما بين اختزان فات وجلايكوجين ستورج. وتاني وظيفة قلنا بيستيميليت الجروث هرمون سكريشن. كنترول، طب هو بيخليني آكل، يبقى 100% كنترول ده بيزيد باي فاستنج، لما جوع أند أت ميل تايم، لما يجي وقت الأكل. كل واحد فينا كده لما يجي الميعاد اللي بياكل فيه، حضرتك بتاكل الساعه 1 تلاقي نفسك جوعت الساعه 1، هنا الناس بياكلوا الساعه 5 بعد الظهر يجوعوا الساعه 5، مين اللي بيجوعهم؟ الجريلين. يبقى بيزيد بالفاستنج واتميل تايم. ات بلايز ا رول ان هانجر بانجز، بانجز يعني بين، عارف يقول لك عصافير بطني بتصوصو، حاسس الجوع ليه قرص يا اولاد، يعني الناس الفقراء ربنا يكون معاهم يا رب، مش بس بيبقوا الموضوع قلة أكل، حتى ألم، الجوع يولد ألم، انقباضات في المعدة تدفع الإنسان إنه يأكل. sometimes الفقير غلبان مش لاقي أكل بس بيحس الهانجر بين، هانجر بانكس. يبقى ده كنترول، اوعى تنسى الجريلين ده اللي بيخليك عاوز تأكل، الهانجر هرمون. طب سموه ليه جريلين؟ كروس هرمون ريسبتور ستيميتنج هرمون. يبقى الطالب ذكي الفانكشن انرجي هوميوستاسيس، خليني اكل واوزع الاكل كويس انبوت واوتبوت، ستيميليت الجروث هرمون. خليني اكل يعني ايه؟ بيزيد ما ماكلش وفي وقت الاكل، هو اللي بينظم وقت الاكل. دول كانوا الهرمونات يا ولاد. فاضل لي دلوقتي موضوعين صغيرين اللي هو جلوكوز هوميوستاسيس، لكن قبل ما اقولها انا نسيت اتكلم كلمتين على الاميلين، اهي نقولها اللي هو كان طالع من البيتا سيلز برضه. الاميلين ده لاوائل والزملاء الاصغر سنا، هذا الهرمون اكتشف في 1987. سايت بيطلع منين؟ احنا اربع نقاط اساسيه فيما خلا الميتابوليزم، سايت
كوسكريتد يعني بيطلع مع الانسولين من البيتا سيلز والبنكرياس. كوسكريتد من البيتا سيلز والبنكرياس. حتى كنا قلنا في اقفل المحاضره الثامنه نسبه الانسولين الى الاميلين، هما الاثنين طالعين من البيتا سيلز. طبعا الانسولين هو اشهر حاجه بتطلع من بيتا سيلز 101. كيمستري مش هقولها تاني بقى، خلاص زهقت انت. بنكرياس يبقى بيبتايد هرمون. فانكشن، طب يعني تفتكر ربنا مطلعه مع الانسولين عشان يعني يبقى يساعده؟ فالانسولين بينهبت الجلوكاجون، الانسولين اللي هو الباشا بينهبت الجلوكاجون، واحد من اهم الاسئله. نهبت كل الهرمونات اللي هي بتعاكس الجلوكوز، بتعاكسه الجلوكوز، بينما الجلوكاجون كان بيستميت الانسولين، اوعى تنساه. فالاميلين كما شريكه الكو سكريتد ويز انسولين بينهبت الجلوكاجون. الاميلين ديليز الجاستريك امتينج، بيأخر افراغ المعده. هنفهم ليه وعليه تفهمها من نمره 4 هنا. prevents the post prandial spikes in blood glucose level. هو الانسولين ده اساسا هايبوجلايسيميك فاكتور، وزي الاميلين عاوزين يمنعوا الارتفاع الضخم في الجلوكوز لما ناكل، فهم بيأخروا الجاستريك امتينج. الناس عاوزه تفهم مش جايين نقرا، بغرض انه يمنعوا السبايك يعني الارتفاع الضخم الشوكه دي بعد الاكل. post prandial يعني عقب الاكل، سبايك ان بلاد جلوكوز ليفل. وطبعا عشان الجلوكوز ما يرتفعش جدا بعد ما تاكل، طبيعي هيشتغلوا از ساتايتي ايجنت، خلوك تشبع بقى عشان ما تاكلش زياده والجلوكوز يعلى جدا. يبقى متفق متمشي مع وظائف الانسولين. الانسولين بيخفض الجلوكوز، بيمنع الارتفاع في الجلوكوز عقب الاكل، ومش بيخفضه، قلناها في محاضره الانسولين، مش بيخفضه عن الفاستنج، بيمنعه من الارتفاع، عشان كده اعتبروه هايبوجلايسيميك. وكما وشريك الاميلين اللي هو بنسبه 1 ل 100 اللي بيطلع برضو من البيتا سيلز والبنكرياس، نفس الاكشن، بينهبت ال جلوكاجون اللي بيرفع الجلوكوز، ما مش عاوز الجلوكوز يرتفع، يمنع افراغ المعده لانه مش عاوز الجلوكوز يرتفع، وعليه يمنع السبايك بوست براندل سبايك ان بلاد جلوكوز، خليك تشبع ساتايتي ايجنت. ريجوليشن نفس الحاجات اللي بتريجوليت الانسولين، ولا تنسى كان مين المين كنترولر بتاع الانسولين والجلوكاجون؟ الجلوكوز. فهو نفس الحاجات اللي بتكنترول الانسولين، ما هو طالع من نفس الخليه بتاع الانسولين البيتا سيلز، خاصه المين كنترولر هو الجلوكوز. اي نو يا اولاد الثلاث هرمونات الاخرانيه دول اللي هم السوماتوستاتينز، بنكرياتيك بوليبيبتايد، والجريلين، والاميلين، حتى ده اللي بيطلع من بيتا سيلز، في جامعاتنا العربية بيقولوها اهتمام أقل، لكن احنا بنتصرف على اننا قاعدين في نورث امريكا، اللي بنشرحه هنا بنشرحه لكم هناك. ياخدوه ما ياخدوهوش انت بقى شوف هيقولوا ايه، وهو اساسا للزملاء الاصغر سنا وللاوائل. طيب نيجي بقى فاضل لي موضوعين صغيرين، ضبط الجلوكوز ونقص الجلوكوز، لان خدنا الدايبيتس بالليتس زيادته. جلوكوز هوميوستاسيس، تثبيت الجلوكوز، تثبيت المسكن، عايزين نثبت نسبه الجلوكوز. هنتكلم عليها في نقطتين، ده واحد من اهم الاسئله في النظر يا ولاد. ما هي خطوره ان الجلوكوز ليفل يقل او يزيد؟ ايه خطوره ان يحصل هايبوجلايسيميا؟ وايه خطوره ان يحصل هايبرجلايسيميا؟ يحصل لك هايبرجلايسيميا؟ يعني يجي لك سكر. عشان كده كتبت لك ريفير تو ذا كومبليكيشنز اوف دايابيتس ميليتس، شوف مضاعفات السكر. فاكرها؟ اذكرك بسرعه، اسيدوزيس وكوما كانوا اخطر حاجتين، وثلاث حاجات تانيين مايكرو فاسكولار وماكرو فاسكولار ونيوروباثي. الاوعيه الصغيره والاوعيه الكبيره يحصل فيها اثيروسكليروزيس، والاعصاب نيوروباثي. ارجع، هو ده خطوره الهايبرجلايسيميا، ان يحصل لك سكر. طب ايه خطوره الهايبو؟ الاول امتى نعتبر ان حضرتك عندك هايبو؟ لو نزلت النسبه عن 70 ملي جرام بيرسنت، لو انخفضت عن 70. طيب ايه الخطوره دي؟ اخطر بقى. اخطر ليه؟ لان الاونلي فيول يوزد باي ذا برين اند ريتينا، قلناه الوقود الوحيد اللي بيستخدمه المخ والريتنا، على اساس ان الريتنا حته من النيرفس سنترال نيرفس سيستم، هنقولها مع السبيشال سنس، شبكيه، حته من الجهاز العصبي المركزي زي البرين، اقتضت الظروف
انها تبقى موجوده بره عشان تشوف في الاي. لما هو زي البرين بالظبط لا يستخدم البرين وريتنا غير جلوكوز، فعشان كده حتى ربنا نشوف العظم خلاهم يستخدم الجلوكوز بدون انسولين ما عدا الساتيتي سنتر قلناها، وعليه لو نقص هتبقى مشكله، يبقى هتنتهي القصه بكوما غيبوبه، برين مش هيشتغل. هنيجي لها مع السيمتوم والساين بتاعت نقص الجلوكوز. يبقى ده خطوره الجلوكوز انه يتغير، الدينجر ليه بنعمل جلوكوز هوميوستاسيس. نيجي النقطه الثانيه والاخيره في الموضوع ده، ايه الميكانيزمز اوف جلوكوز هوميوستاسيس؟ ماذا يحتفظ بالجلوكوز ليفل ثابتا؟ حاجتين، ليفر وهرمونز. طلع على عين نص الدرجه، الليفر والهرمونز، اوعى تنسى. يبقى الميكانيزم كلمتين، ليفر وهرمونز، حتى عطهم لك بالالوان، ليفر وهرمونز. ابتدي بالليفر، هناخد حالتين. لما حضرتك بتاكل during absorption ازاي الليفر بتمنع الارتفاع في الجلوكوز، يعني ازاي الليفر هتعمل الحكايه دي during absorption، ولما ما تاكلش post absorptive state بعد الاكل ازاي الليفر بتمنع الانهيار في الجلوكوز لما تاكلش. دي باتنين ودي باتنين، وانت عارفهم على فكره، بس انت تفتكر الليفر انت هتجيب الاجابه. حضرتك كلت ازاي الليفر هتمنع الارتفاع في الجلوكوز؟ الجلوكوز اللي مش هتستخدمه هتعمل فيه ايه الليفر؟ طالب قال لي هتحوله لجلايكوجين، ستورج صور الجلايكوجين، ثلثين الكميه 2/3، واللي مش هتعمل له ستورج صور الجلايكوجين هتعمل له ستورج صور فات. يبقى حاجتين، يبقى بعد الاكل الجلوكوز الذي لم يستخدم الليفر بتمنع ارتفاع في الليفر الجلوكوز بوسيلتين، اللي هو جلايكوجين ده 2/3 والفات. طب لو حضرتك ما بتاكلش ايه اللي بيمنع انهيار الليفر؟ يوجد وسيلتان عن طريقهما الليفر تقدر تمنع الانخفاض، قلناها الجلايكوجينولس دي الاسرع، تحطيم مخزون الجلايكوجين. الابطا اللي قلنا بتوصل في الاستارفيشن اسرع ما يمكن في اليوم الثالث، انها تعمل بقى جلوكوز جديد من مصدر جديد من امينو اسيد اللي هي جلوكونيوجينس. يبقى الليفر تمنع الارتفاع بعد الابزوربشن بعد الاكل بطريقتين، جلايكوجين وفات، وتمنع الانهيار في البوست ابسوربت ستيت بالاسرع الجلايكوجينوليسيس ثم الابطا جلوكونيجينس. طيب تقليل الهرمونز، يبقى ليفر وهرمونز، حب النظام قوي، ليفر وهرمونز. الهرمونز فيها ثلاث نقط، الدي تو دي ريجوليشن دي اول نقطه. طب النقطه الثانيه، لو حصل انخفاض سريع في الجلوكوز. طب النقطه الثالثه، لو حصل مجاعه بقى يعني مده طويله مش هاكل جلوكوز. نيجي الدي تو دي اللي هي اهم حاجه، ايه مين التو هرمونز اللي وظيفتهم يظبطوا الجلوكوز في الدم لا يعلى ولا يقل؟ الانسولين والجلوكاجون، البيتا سيلز والالفا سيلز. لما حضرتك تاكل بيطلع الانسولين تو بريفنت هايبرجلايسيميا. حتى احنا قلنا هو يعني تعبير قلناها في اول محاضره التامنه، ان لما نقول انسولين بيوطي الجلوكوز ده تعبير مش صح، هو بيمنع الارتفاع اساسا، هو بيعمل هايبوجلايسيميا عن طريق انه يبريفنت هايبرجلايسيميا، انما هو مش هيوطيه عن الفاستنج. يبقى اما ناكل عشان ما يرتفعش الجلوكوز بيطلع الانسولين. طب ولما ما ناكلش ايه اللي يمنع الانهيار في الجلوكوز؟ الاسم على مسمى جلوكاجون، جلوكوز اجونست، بيمنع الانهيار وبيعمل هايبر جلايسيميا، فبيمنع الهايبوجلايسيميا. حتى قلنا فاكر الجرعه، كل واحد مايكروجرام لكل كيلو جرام يرفع الجلوكوز ليفل من الجلوكاجون، يعني واحد مايكروجرام لكل كيلو جرام 20 ملي جرام في ظرف 20 دقيقه. ادي اول حاجه في الهرمونز. ثاني حاجه في الهرمونز بقى اللي هي السيفير هايبوجلايسيميا. واحد يقول لي طب ادينا مثال يعني ايه سيفير هايبوجلايسيميا؟ حضرتك كده فجاه قوم تو جريت لسبب او لاخر، يبقى يحصل استخدام في الجلوكوز متسارع، هيحصل انهيار سريع في الجلوكوز، هيحصل لك سيفير هايبوجلايسيميا خطير على البرين. يبقى عاوزين هرمون سريع، مين هرمون يشتغل بسرعه؟ الابينفرين النون جينوميك رابيد وذين مينتس يطلع الابينفرين. يبقى في السيفير هايبوجلايسيميا السنتر بتاع الادرينالين في الهايبوثالامس يطلع ابينفرين اللي هو الادرينالين، يزود الجلوكوز بسرعه. بسرعه منين؟ يكسر الجلايكوجينوليس. ثالثة والأخيرة يا أولاد،
prolonged hypoglycemia. دي بقى بحب اشرحها بطريقتي بفهمي الخاص لها. مجاعة، شوف العظمة الإلهية، لو قريتها معاكم مش هتفهم حاجة. في تو هرمونز مهمين في المجاعات، الجروث هرمون وجلوكو كورتيكويد، اثنين بحرف جي اهو، جروث هرمون وجلوكو كورتيكويد هو الكورتيزول، قلنا كورتيزول نوت كورتيزون، المهم هو الكورتيزول. فأنا هحط خطة يا أولاد، أنا لما أقعد في مجاعة مطلوب توفير وقود ذهني ووقود بدني. البرين ده ذهني، المسلز بدني. قلنا جلوكوز ما بيستخدمش، the only fuel used by the brain is glucose، استخدمش غير جلوكوز. يبقى مطلوب من الجروث هرمون والجلوكورتيكويد يجيبوله جلوكوز بوسيلتين، الجلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينيسيس. كل واحد متخصص في واحدة أكتر مش فقط. من اسمها حتى عشان ما تلخبطش، جلوكو كورتيكويدز دي متخصصة أكتر في جلوكو نيوجينس، أما جروث هرمون جلايكوجينوليس. يبقى كده البرين الحمد لله، هادي يا عم الجلوكوز بتاعك اللي ما بتستخدمش غيره جبناهولك، الجروث هرمون جابه بالجلايكوجينوليسيز والجلوكو كورتيكويدز والجلوكو نيوجينس. طب المصل وانا استخدم ايه؟ فانا بتخيل حديث The major energy substrate، معلومة أول مرة أعرفها كثير من الطلبة، أهم وقود للمصل during rest مش الجلوكوز، الفري فاتي أسيد. فهما الاثنين بيعملوا لايبوليسيس. يبقى كده عرضنا كل الأطراف، جبنا جلوكوز للبرين وجبنا فري فاتي أسيد للمصل باي لايبوليس. شوف بقى الحتة الرائعة في الفهم. المصل الميجر انرجي سبستريت بتاعتها هي فري فاتي اسيد، لكن اسهل لها تستخدم الجلوكوز بتاع البرين، استخدام الجلوكوز ايسر اسهل. This is why ربنا حط فرق، البرين هيستخدم الجلوكوز بدون انسولين، اما المصل عشان تستخدم الجلوكوز محتاجه انسولين، فاكر، عن طريق جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4. خلاص، فشوف بقى، تعالى نتفرج، جروث هرمون وجلوكورتيكويدز كأن وراء الخلق خالق، قوة عاقلة، جابوا جلوكوز للبرين وجابوا فري فاتي أسيدز للمصل، دي بالجلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينيسيس ودي باللايبوليس. طب عاوزين الجلوكوز يستخدم بالبرين وما يستخدمش بالمصل، المصل عشان يستخدم جلوكوز عن طريق الانسولين، فواحد قلل الانسولين ريسبتور النمبر اوف انسولين ريسبتور، والثاني قلل الافينيتي اوف انسولين تو ايتس ريسبتور. العظمه، فاجبرت المصل، واحد قلل لها الانسولين ريسبتور والثاني قلل الافينيتي اوف انسولين ريسبتور، يبقى عايز تستخدم فري فاتي اسيد وتسيب البرين الذي لن يضار لانه لا يعتمد في استخدامه على جلوكوز على الانسولين. واحد فصلته بطريقه لطيفه، انا شخصيا بفتكرها كده مش علميه بس عشان افتكر، واحد بيأثر في العدد وواحد في الافينيتي، هو مين اساسا بتاع العدد؟ جروث هرمون كان بيزود عدد خلايا الجسم، فحتى اما يشتغل ينقص عدد الانسولين ريسبتور، ده بتاع الاعداد جروث هرمون، يبقى بالاكسكلوجن الجلوكورتيكويدز يقلل الافينيتي. ده واحد من اهم الاسئله ودي الاجابه النموذجيه. يبقى ازاي بنظبط الجلوكوز في الدم؟ واحد من اهم الاسئله، بالليفر والهرمونز، وتاخد حالتين، لو الجلوكوز هيزيد بعد الاكل او هيقل كنتيجه اني ما باكلش. الليفر يزوده بطريقتين بعد الاكل، اسف، يمنع الزياده بطريقتين، يخزنه في صوره جلايكوجين 2 ثيرز او فات الباقي، ويمنع الانهيار بوست ابزوربت بطريقتين، جلايكوجينوليسيس وجلوكونيوجينيس. طب نيجي للهرمونز، حطينا ثلاث عناوين، احب النظام قوي، ثلاث نقط اهم يا اولاد. الدي تو دي ده الاهم، مين بيظبطوها بعد الاكل او واثناء الاكل؟ ديورينج ابزوربشن انسولين يمنع الارتفاع، لانه هايبوغليسيميك هرمون، والجلوكاجون يمنع الانهيار لانه هو جلوكاجون هايبرجليسيميا. حضرتك قمت جريت، عملت سيفير هايبرجليسيميا، عاوزين هرمون بسرعه يزود الجلوكوز بتاع الاستريس اللي هو الابينفرين، السنتر فلايب ثالمس ابينفرين يعمل جلايكوجينوليسيس. نيجي بقى البرونجت، هكتب عليها في مقاله ضد الالحاد. ايه العظمه دي؟ ده تو هرمونز بيفكروا،
عاوزين وقود للذهن ووقود للبدن. الذهن جلوكوز، البرين ما يستخدمش غير جلوكوز. فواحد جابه بال جلوكوجينيسيس، ده جلوكو كورتيكويد، جلوكو مع جلوكو، جلوكو كورتيكويد بجلوكوجينيسيس والجروث هرمون بالجلايكوجينيسيس. طب والبدن هما الاثنين جابوا فيه فاتي اسيد باللايبوليس. اه بس المصل اللي عينها على الجلوكوز بتاع البرين. اه بس عشان تاخد هذا الجلوكوز عن طريق الانسولين، فواحد قلل الانسولين ريسبتورز اللي هو الجروث هرمون والتاني قلل الافينيتي. سبحان الله، سبحان الله في خلقه. فاضل حتتين صغيرين ونقفل يا اولاد كورس الاندوكراين فيري اب تو ديت على سنه 2018. ناخد حاجه مهمه قوي اللي هي الجروث هرمون، الجلوكوز تولرانس تيست يا اولاد، واحد من اهم التجارب في الطب. جلوكوز تولرانس تيست اهي جي تي تي بيسموها، جلوكوز تولرانس تيست ده اتظهر سنه 1923 دي، اللي هي خدوا فيها نوبل في الانسولين وسموا جلوكاجون جلوكاجون في 1923. والجلوكوز تولرانس تيست عملها جيروم دبليو كون في سنه 1923، واحد من اهم التجارب. تعال نتعلمها يا اولاد لانها مهمه جدا جدا في الطب، ده لازم بيجي فيه اسئله في المعادلات وفي كل حته. انا عارف ان انتوا بتاخدوها في البايو، اسمعوها برضو من عبد الله. ده شكل الكيرف ببساطه شديده. حضرتك هتعمل جلوكوز تولرانس تيست، تقول للعيان لمده اسبوع ما تقللش الجلوكوز اللي بتاكله الكربوهيدرات، والا تبقى بتخدع نفسك. اللي بتاكله تقعد تاكله في اخر اسبوع عادي خالص، مش عشان هتعمل اختبار للجلوكوز تقلل الكربوهيدرات. دي اهم نصيحه نمره واحد. اثنين، حضرتك هتجيلي الصبح بدري تبقى قاعد 8 ل 12 ساعه ما اكلتش فاستنج، بس بتشرب، بس لازم تكون بتشرب، تشرب بس ما تاكلش. اول ما يجي لك الصبح تاخد عينه، خلاص دي اللي هي عند الزيرو تايم اللي هو يسموه فاستنج بلا جلوكوز، دي مهمه جدا. خلاص لازم الشخص الطبيعي يبقى تحت 110 ملي جرامز برسنت او دي ال، دي ال يعني دي سي لتر، عشر لتر اللي هي برسنت. هنا يا اولاد اللي هيدخلوا معادله، وفي من 30 ل 40% من الناس خريج الجامعات العربيه عندهم الحلم الامريكي فبيعملوا المعادله الامريكيه. الرقم هنا حاجه تاني خالص في كندا وفي امريكا، فعش كده كاتبه له 6.1 ملي مول بير لتر، يعني 110 ملي جرام برسنت. دي عندنا احنا هنا لا، بيشتغلوا بالملي مول بير لتر 6.1، دي مهمه جدا. وبعدين تاخد عينات وتشوف الجلوكوز ده بيحصل له ايه ولا ليها اي قيمه العينات دي، اهم عينه ثانيه بعد ساعتين. انما هقولها في النص، بعد ساعه بس دي مالهاش اي قيمه يا اولاد. مفروض مالهاش قيمه ان الجلوكوز ما يعلاش فوق رينال ثريشولد عشان ما ينزلش في البول الجلوكوز. طب هو كام رينال ثريشولد اللي بعده؟ اللي بعده جلوكوز هينزل في البول 180 ملي جرام برسنت اللي تعادل 10 ملي مول بير لتر. دي مالهاش قيمه العينه دي. بعد ساعتين هي المهمه جدا، يعني تشخيص الدايبيتس من عدمه بالفاستنج و2 اورز بعدها، لدرجه هنا ناس كثيره جدا بياخدوا عينتين بس، عينه قبل ما تاخد الجلوكوز اورال جلوكوز اهي اورال جلوكوز تيست اللي هي بتبقى 70 جرام جلوكوز. في ناس يقول لك 75، في بلاد تانية يقول لك 50 100، أي حاجة ما بين 50 و 100 جرام جلوكوز، هنا بياخدوا 70 جرام. اوفر 5 مينتس، يعني مش تاخدها، لازم في 5 دقايق تشرب حاجة فيها سكر 70 جرام في حدود 5 دقايق. بعد ما نقيس الفاستنج تاخد جلوكوز أورالي على مدى 5 دقايق مش أكتر، ما تقعدش بقى تاخد لي شفطة شفطة على نص ساعة، لازم في 5 دقايق تكون خدت ال 70 جرام أو أي رقم ما بين 50 و 100. فهنا ناس بتعمل الفاستنج وبعد ساعتين، بعد ساعتين بقى ده رقم مهم جدا. لازم الليفل يبقى تحت 140 ملي جرام برسنت اللي هو يعادل 7.8 ملي مول بير لتر. تعالى بقى الانتربريتيشن بتاع التجربه. يبقى عشان حضرتك تبقى نورمال لازم حاجتين مش حاجه واحده. يبقى الفاستنج وانت بقالك 8 12 ساعه ما اكلتش حاجه شربت ميه بس،
يبقى الفاستنج تحت 110 ميلي جرام بيرسنت اللي هي هنا 6.1. طيب وبعد 2 اورز لازم يبقى تحت 140 ميلي جرام بيرسنت اللي هي تعادل 7.8 ميلي مول بير لتر. طب امتى نقول عندك دايابيتس؟ طب المفروض الفاستنج يبقى تحت 110 او 6.1. لو لقينا الفاستنج بتاعك اكتر من 126 ميلي جرام بيرسنت او اكتر من 7 ميلي مول بير لتر. طيب او لقينا التو اورز، ما احنا قلنا اهم في عينتين مهمين فاستنج تو اورز، اي عين التانيه ملهاش اي قيمه. بعد تو اورز يبقى اعلى من 200 ميلي جرام بيرسنت او 11.1، حتى انا كنت بحفظها لهم هنا ثلاث وحدات اهي 11.1 واحد 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 11.1 ميلي مول بير لتر. طب ما بينهم بقى، يعني لا هي تحت 110 و6.1 من 10 ولا هي فوق 126 7، ده يسموه بري ديابيتك او الاسم الاصح يعني محتمل يجيله ديابيتس، اللي هو يسموه امبيرد جلوكوز تولرانس كيرف، حاجه ما بينهم. يبقى هم عينتين يا اولاد. حضرتك امتى تبقى طبيعي او قريبك يبقى طبيعي؟ لو الفاستنج تحت 110 ملي جرام بيرسنت او تحت 6.1 ملي مول بير لتر، ولو بعد ساعتين تحت 140 او تحت 7.8 ملي مول بير لتر. طب امتى تبقى دايابيتك؟ لو الفاستنج فوق 126 او 7 ملي مول بير لتر، وبعد 2 اورز فوق 200 او 11.1 ملي مول. طب ما بينهم بقى، لا تحت دي ولا فوق دي، تبقى حضرتك بري دايابيتك، تبقى حضرتك عندك امبيرد جلوكوز تولرانس. طيب ده من اهم الكيرفات الدنيا، الجلوكوز تولرانس تيست جي تي تي، عملوه في سنه 1923، قلنا سنه خدوا فيها نوبل في الانسولين واكتشفوا فيها الجلوكاجون وعملوا فيها التجربه دي. نيجي بقى اخر موضوع ونقفل بيه اللي هو الهايبوغلايسيميا. نتفق الاول، الهايبوغلايسيميا ماتش مور دينجر ذان هايبرغلايسيميا، يعني حالة أخطر من هايبوغلايسيميا. واحد يقول لي بتقول لنا الجملة دي ليه؟ أقول لك لو حضرتك إن داوت، شاكك إن العيان اللي هو في غيبوبة اللي عنده سكر وما تعرفش خد إنسولين ولا ما خدش، هو عنده هايبو ولا هايبر، ما أنتش عارف، معكش جهاز يقيس الجلوكوز، مش فاهم السيمتوم والساين، دكتور مش فاهم حاجة، عالج الحالة على إنها هايبوغلايسيميا واديله جلوكوز، عالجها على انها هايبوغلايسيميا. لو هو عنده هايبر واديت له جلوكوز مش هيحصل حاجه، مش هتخرب الدنيا، لكن لو عنده هايبو ممكن يموت. طيب يبقى اتس ماتش مور دينجرس. ناخد اول نقطه الكوزس، ثاني نقطه مانيفستيشنز، احب النظام، ثالث نقطه التريتمنت. كوزس، ايه الموست كومون كوز؟ هل حضرتك عادي كده اي شخص طبيعي عرضه يجيله هايبوغلايسيميا؟ لا، غالبا ده شخص عنده دايابيتس ميليتس وبيتعالج، يا اما انسولين انجكشن او بيتعالج باقراص اورال هايبوغلايسيميك. مين الاقراص اللي بتنقص بتطلع انسولين وبالتالي تنقص الجلوكوز تعمل هايبوغلايسيميا؟ سلفونايلوريا، مش اي دواء، مش البايجوانيد. يعني العيان اللي عنده دايابيتس اللي بيتعالج بانسولين بالانجكشن او بيتعالج بسلفونايلوريا اللي هي بتطلع الانسولين دي اورالي، هم دول ممكن يجي لهم هايبوغلايسيميا. خاصة ايه البريديسبوزينج فاكتور؟ احنا بنعلم العيان اللي عنده سكر لما تاخد الانسولين انجكشن ده هيوطي جلوكوز، لما تاخد السلفينايليوريا اللي هتطلع انسولين هتوطي جلوكوز، يبقى لازم حضرتك تاكل كويس. يبقى البريديسبوزينج فاكتور عن خد الدواء ما كلش، eat less than usual، كل اقل من المفروض او ما كلش خالص، او خد الجرعة وكال بس نزل عمل اكسرسايز اكتر مما ينبغي، راح لعب ماتش كورة، اكسرسايز مور ذان يوجوال حرق الجلوكوز قلله، او وبئس المصير العام بيشرب الكوليكس. ده اهم سبب. الاذر كوزز بنقوله الاوائل. هل في اسباب اخرى؟ في طبعا، بس اقل اهمية. يعني ايه السبب؟ السبب عيان عنده دايابيتس مليتس، عنده دايابيتس مليتس، عنده دايابيتس مليتس وخد انسولين او سلفينايلوريا ولم يراعي الثلاث اشياء دي، نسي ياكل، eat less او اكل اقل، exercise more او drink alcohol.
other causes ان العيان عنده ورم بيطلع انسولين فبينقص جلوكوز انسولينوما او معني ورم قلت لكم او عنده تيومر من الخلايا اللي بتطلع حاجه زي الانسولين اللي هو الانسولين جروث انسولين لايك جروث فاكتور فاكرينه او عن عنده كيدني فيليرز بيفقد جلوكوز اللي هو بينزل جلوكوز كتير او ليفر ديزيزز طب واحد يقول لي هو ليه ليفر ديزيز ما انت انا لسه قايل الليفر مهمه في جلوكوز هوميوستاسيس يبقى لو الليفر بايظه ما فيش جلوكوز هوميوستاسيس او سيفير انفكشن او هايبوثايروديزم لان الثيروكسين بيزود جلوكوز ففي هايبوثايروديزم او ستارفيشن واحد ما بياكلش فده ساعات حتى الواحد لما ما ياكلش فتره طويله يغمى عليه يقول لك حتى ادي له حاجه حلوه عشان يفوق ستارفيشن بقى او امبورن ايرور اوف ميتابوليزم كربوهيدرات ميتابوليزم بصوا انا بسميها لان في كلام مهم وفي كلام تضيع وقت the most common cause عيان عنده سكر وخد انسولين باي انجكشن او خد سلفينال يوريا اقراص وما كلش كفايه اكسرسايز اكتر وبيشرب الكحول بالباقي ده نصل الاوائل ورم في الخلايا بتطلع انسولين ورم في اللي بتطلع انسولين لايك جروث فاكتور 1 كليا بايظه الكبد بايظ سيفير انفكشن هايبوثايروديزم ستارفيشن امبورن ايرور ميتابوليزم ايه المانيفستيشنز احنا قلنا البريما ما بيستخدمش غير جلوكوز يبقى السيمتومز موستلي ريليتد تو نيرفس سيستم خلاص مر العام بثلاث مراحل حب النظام قوي فيرست ذن ات لوور جلوكوز ليفل ذن ات ا فيري لوور جلوكوز ليفل فيرست هيحصل ايه لو حضرتك يحصل بالبتيشن خفقان في القلب تعرق سويتينج نيرفسنس متعصب كل دول سببهم مين بيستيميليت القلب ويخليك متعصب ويخليك تعرق السيمباثاتيك زياده السيمباثاتيك ديشارج عندي تاملين هنا التامل الاول ان ده وورمينج او الارم تنبيه ربنا بينبه لو العيان خد انسولين لو العيان خد سلفينال يوريا وما كانش وراها اكسرسايز مور هو بيعرف بيتعلم لما يلاقي خفقان في القلب ويلاقي نفسه عرق ومتعصب انا نسيت اكل يروح اكل انا بعمل مجهود كتير اقعد بقى شويه سببها سمباثيتك ديشارج ده التامل الاول هنشوف العظمه وراء الخلق قال السيمتومز يا اولاد بتنبه المريض للخطر التامل الاعمق كان من ضمنها سويتينج فكر معايا سويتنج يعني ايه هفقد عرق هفقد ميه تخيل لما يفقد ميه يبقى تركيز الجلوكوز يحصل له ايه جوه الدم الدم شلنا منه ميه يبقى تركيز الجلوكوز يزيد يعني السويتنج مش بس عرض يفيد في شفاء المرض لان فقدان الميه هيركز الجلوكوز هيعلي الجلوكوز جوه الجسم يبقى زي ما بقولها وهقولها دائما ابدا يا اولاد اعراض المرض تفيد في شفائه الله يداوي والطبيب يأخذ الأجر شيء رائع طيب اتلور جلوكوز ليفل وبرضه اقول تاني للزملاء الاصغر سنا الفيرست سيمتوم دي في بعض العيال ما بتحصلش خالص يعني ما فيش الكلام ده وعاوز اعقب عليه تعقيب اخر يا اولاد خدوا بالكم السويتنج دي كلينيكيا احنا قلنا لو جيت رحت العيان عنده سكر ومش عارف ده هل السكر ده بتاع زياده السكر ولا خد جرعه مزياده في الانسولين نقص السكر الجلد يعاونك كتير لو في سويتنج يبقى ده هايبوجلايسيميك كوما لان في الهايبرجلايسيميا بيبقى في زياده في الاوزموليتي بتاعه الدم بيبقى الانسجه دي هيدريتد بيبقى الجلد ناشف يبقى افهم معنى ان الجلد عرقان ان الجسم بيحاول يفقد ميه بيحاول يركز الجلوكوز يبقى الجلوكوز واطي انما جلد ناشف يبقى معناه عنده هايبرجلايسيميا عشان كده بقول الطبيب النابه بيفهم قلنا في بعض العيال ما بيحصلش الفيرست سيمتوم ده نيجي اتلور جلوكوز ليفل في نيورو جلايسوبيريك سيمتوم يعني سيمتومز في النيرفس سيستم بسبب نقص الجلوكوز ايه هي بقى هانجر يعني يبقى جعان كونفيوزد ملخبط other cognitive abnormality cognition يعني ادراك لخبطه في الادراك
يعني العيان لما بينقص الجلوكوز اللي هو الفور الوحيد بتاع البرين بيحصل له جوع ولخبطه ولخبطه في الادراك، يعني مش عارف المكان مش عارف الزمان، في لخبطه فجاه كده العم اتلخبط، تحسه قصادك حتى العيان فجاه دخل في لخبطه في الكوجنيشن كونفيوزد. ده سيمتومز ان البرين مش لاقي المين فيو اللي هو جلوكوز. برضو عندي تامل نفس التامل، تصور من ضمن السيمتوم هنا هانجر، هانجر دي يعني هياكل، فلما ياكل الجلوكوز يعلى، يبقى برضو اعراض المرض تفيد في شفائه. الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. يعني في الاول كان فقدان ميه عشان الجلوكوز يتركز، هنا كل عشان خاطر الجلوكوز يزيد. نيجي اتا فيري لو جلوكوز ليفل بقى، لو قطي قوي جلوكوز، ليثارجي يعني سبات يغط في نوم عميق، سبات بالسين يا اولاد مش بالثه، سبات ليثارجي، كوما غيبوبه بقى مش مجرد سبات، كونفالشنز تشنجات وديث، فيش هزار يعني. اما يعني نبهناه في الاول ما تنبهش، نبهناه في الثاني ما تنبهش، خلاص بقى ليثارجي كوما كونفالشنز اند ديث. نوت، لو سيبته فترة طويلة بقى سيفير أو برونج الهايبوغلايسيميا هيحصل انتلكشوال دالينج، يعني يبقى العين البرين تعصر بقى ضل، وممكن يدخل في كوما ما نعرفش نطلعه منها تاني. لو سيفير أو برونج ممكن العين حتى لو فوقناه بعد كده تلاقي يعني مقدراته الذهنية تعصرت، انتلكشوال فانكشنز بقى ضل أو دخل في غيبوبة. العلاج طبعا انتوا عارفينه، عيان عنده نقص جلوكوز نديله ايه؟ نديله جلوكوز كونتيننج درينكس يا اولاد، حاجه فيها جلوكوز. احسن حاجه الاورنج، الاورنج جوس اللي هو عصير برتقال لسببين بقوله للزملاء الاصغر سنا. احنا في رفع نسبه الجلوكوز يهمنا حاجتين يا اولاد، حاجه اسمها جلوكوز لود، يعني كميه السكر اللي في الحاجه دي يسموها جلوكوز لود، اتكلمت عليها في حلقات كتير على التخسيس. وفي حاجة اسمها جلايسيميك اندكس، سرعة امتصاص الجلوكوز، اتكلم عليها في الاوبيستي، كنا في حلقات كده في التلفزيونية على الاوبيستي. يبقى نسبة السكر وسرعة امتصاص السكر، نسبة السكر ده جلوكوز لود، لود الحمل الثقل، جلايسيميك اندكس ده سرعة امتصاص هذا الجلوكوز، خلاص يسموها اندكس. فأنا دلوقتي عاوز حاجة فيها سكر كتير اللود كبير وتمتص بسرعة، جلايسيميك اندكس بتاعها عالي. من احسن الحاجات اللي هي الاورنج جوس، ما تدروش يعني برتقاله ياكلها، لان طبعا البرتقاله فيها فايبر بتاع الامتصاص هيبقى بطيء، يعني عشان كده اخترنا عصير برتقال. اللود كبير الجلوكوز لود، والجلايسيميك اندكس امتصاصه بسرعه فالجلوكوز يعلى بسرعه. ده العلاج يا اولاد. كده انا خلصت الكراش كورس بتاع الاندوكراين، وهنستأنف بقيه الفروع للسنتين. واحنا قلنا طبعا خدت بالك المحاضره دي اختصت احنا خدنا الانسولين كان في المحاضره الاولانيه، بعدين الجلوكاجون ده الثاني في الاهميه والاصعب، ثم السوماتوستاتين، ثم البنكرياتيك بيبتايدز، ثم خدنا الجرين، حتى خدنا الاميلين كمان، وخدنا جلوكوز هوميستيزيس، وخدنا الهايبوغلايسيميا. اشكركم على حسن انصاتكم وعلى وقتكم، وأتمنى أكون أفدتكم، ونلتقي بإذن الله مع برانش آخر في الكراش كورس. وعلى فكرة الكراش كورس هيبقى هو كوندنسد أكتر، أسرع شوية، 9 محاضرات فقط إندوكراين، إنما في معلومات أحدث، لأن عمري ما هعيد محاضرة تاني وهعيدها بنفس المعلومات بالظبط، مش هتحصل، لازم نطلع على ما هو جديد في العلم. وعش كده بكتب التاريخ 2018 عشان لما يجي واحد يسمعني in 10 years يعني لن اكون موجود باذن الله، ما يقولش على ده الدكتور ناجي بيقول حاجه مختلفه، المحاضره اتقالت امتى، ربما جت دي الاحدث فور 2018، احدث كلام في واحد من اهم الموضوعات هو البنكرياس بالدايبيتس ميليتس والهايبوغلايسيميا اللي هو الفيرست نوكراين لانج اوردر لسنه 2018، وهو موجهه للطلبه الاعزاء اولا، للزملاء الاعزاء اللي هم البوست جراديويت ثانيا، وللزملاء حتى اللي هم بيقولوا لكتشرز، خلينا نقول اصغر سنا عشان ما حدش يتضايق. اتمنى لكم كل التوفيق، والقاكم على خير باذن الله اذا كان في العمر بقيه. شكرا لحسن انصاتكم.